وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام <تصحيح> <تصحيح> أه, الله يعينكم يا رب يعطيكم العافية. أه, نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا ما علمتنا وزدنا علما. الـ uh, topic حق المحاضرة اليوم اللي هو ال infections of the respiratory system <applause> بإذن الله عز وجل راح uh, يعني نمر على الـ microorganisms uh, bacteria and viruses involved in the upper and after that in the those involved in the lower respiratory tract. تمام. آه آخر حاجة هنمر مرور سريع على البكتيريا الانفكشن in immunocompromised patients اللي نسميها opportunistic infections. طيب. بداية كده آه ال route of entry من التسمية كده يعني يتبادر مباشرة إلى الذهن لما نقول انه والله فلان عنده respiratory infection mainly كذا اللي يتبادر الى الذهن انها الاكوايرد acquired through the respiratory route احنا عندنا يمكن اخذتوا لمحة سريعة هذه اه فقط للتذكير اخذتوها مع محاضرة الانتروداكشن تو مايكروبيولوجي مع الدكتور عصام فاذا تتذكروا اتكلم لكم عن الدروبليت انفكشن والايربورن انفكشن ايش الفرق بينهم عشان نعرف ايش الفرق بينهم حنشوف السلايد اللي جاي يبسط لنا كثير الشيء واضح طبعا ممكن يا شباب ايوه واضح يا دكتور تمام الصوت كويس؟ ايوه كله واضح طيب آه. <applause> لما نقول كلمة air يعني هواء يعني الانفكشوس infectious agents تمام مرة small مرة صغيرة آه, less than 5 <applause> انطلت الدكتور شكله وطلع

او الدروبليت نيوكليا نقول عليها سسبندد ان ذا اير تبقى معلقه في الهواء لانها طبعا السايز حقها ليس ذان 5 مايكرومتر وكذلك الـ الـ يعني ممكن تروح لمسافات بعيده جدا بعد خروجها من أثناء مثلا العطاس أو الـ sneezing، coughing، talking، singing، whatsoever، shouting وهذه كان بي وايدلي dispersed باي اير current بتيار الهواء يعني طبعا هذا حنشوف الصورة بعد شوية ونتكلم أكثر لأنها حتكون أوضح بكثير droplet تصغير دروب خلينا نقول بالعربي ممكن يكون رذاذ مثلا تمام فهذه ممكن ثرو انهيليشن ولكن هذه لها طريق ثاني غير الانهاليشن لها تو ويز ايش هو الطريق الثاني انه هذه السايز حقها اكبر من الانفكشوس نيوكلاي اكبر من 5 مايكرومتر ان وبالتالي هذه ما تبقى معلقه في الهواء راح تنزل طبعا النزول هذا بياخذ وقت فمثلا على سبيل المثال الكورونا فيروس كانوا يقولوا انه estimated about 3 hours بعد كذا لاندد اون ذا surfaces حتنزل فين بعد ما يعطس المريض او يكح او او راح تنزل على الاسطح فعشان كده لما تنزل على الاسطح سيتل اون اون سيرفيسز او او susceptible بيرسونز conjunctiva نيزل ميمبرين بعد كده الانسان لما يلمس هذه الاسطح وبعد كده يلمس الميوكاس ميمبرينز او conjunctiva نيزل ميمبرينز ماوث هي ويل اكواير ذا infection. عشان كده في الدروبلت انفكشن دائما كانوا يقولوا اذا تذكروا اثناء الجائحه الهاند هيجين ركزوا عليه كثير افتر تاتشنج تمام فالصوره هذه حتورينا تبسيط كبير جدا للموضوع الايربورن زي ما قلنا انها فيري سمول ان سايز ف يعني فار لونج تمشي المسافات بعيدة جدا وكذلك آه تبقى معلقة suspended in the air Remain suspended in the air. على العكس الدروبليت البكتيريا أو الفيروس اللي تنتقل بواسطة الدروبليت الرذاذ يعني آه الرذاذ حق تصغير كلمة دروب تمام قطرة دروب وطيرة فهي حتكون أكيد لارج وهيفي وبالتالي it will not remain suspended in the air it will land it takes time but eventually it will land uh, on the surfaces وبعد كذا فممكن لو كان الشخص قريب لو اثناء الجائحه كانوا يقول لك خلي مسافه متر ونص بينك وبين اللي جنبك البس كمامه وهكذا اعمل هاند هايجين كلها كان لان الكوفيد كان دروبلت انفكشن ال البريكوشنز تختلف بين الدروبليت وبين الايربورن أه، طبعا أه، البريكوشنز هنا هاند هايجين تمام طيب بالنسبه للايربورن يعني اعطيكم مثال لو شخص كان مثلا أه، عنده ايربورن infectious أه، زي مثلا مرض التيوبركولوزس مرض السل هذا ينتقل بالايربورن تمام الانفلونزا اللي احنا الان في موسم حق الانفلونزا فايروس اه كذلك ممكن ينتقل بالايربورن اه فلو كان الشخص مثلا اه خلينا نقول في باص مغلق ممكن الانفكشن تروح لاعداد كبيره اه ال ال لو لو بنتكلم على غرفه مغلقه غرفه مغلقه تماما ما فيها اي تهويه والشخص هذا اللي عنده airborne infection تمام، coughed or sneezed تمام، وبعد كذا خرج من الغرفة غادرها تماما وهي محكمة الإغلاق راح تبقى infectious. فلو أحد دخل بعد كذا ليش؟ لأن infectious nucleus suspended in the air عشان كذا إحنا من البريكوشنز اللي نعملها في غرف في المستشفى، أحد يعرف إيش اسمها؟ خاصة عشان المشكلة هذه. عزل؟ الضغط العالي؟ العزل؟ غرف. عزل؟ أيوه، الضغط العزل إش... أيوه، إيش يكون الضغط فيها؟ عالي. البريشر، أه لا، يكون نيجاتيف بريشر، نيجاتيف بريشر. إيش يعني نيجاتيف بريشر؟ يعني لما أحد يفتح الباب، حق الغرفه الهواء راح يدخل من الاسياب الى الغرفه وليس العكس عشان ما تنتشر الاير بورن في اروقه المستشفى وفي الانفايرمنت والكوريدورز حيكون نيجاتيف بريشر السسبندد اورجانيزمز هذه نبغى يكون في نيجاتيف بريشر يعني في شفط داخل الغرفه يسحب عارفين ايش يعني نيجاتيف بريشر ولا لا؟ <تصفيق> 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 تمام تمام بس ده مو مضر يا دكتور؟ لا نيجاتيف بريشر يعني اللي برا كله. لا احنا على اساس انه احنا ما عندنا الغرف فقط اللي يكون فيها بيشنت عنده ايربورن هو اللي يكون في نيجاتيف بريشر ما المفروض ما عندنا يعني اي واحد عنده ايربورن انفكشن حنحطه في نيجاتيف بريشر عشان ما نلوث المستشفى الهوسبيتال uh, انفايرومنت uh, في الدروبلت نهتم كثير بالهاند هايجين والهاند هايجين في الكل طبعا uh, فهذا البرنسبل حق الايربون او الدروبلت بعد كذا uh, سواء انتقلت بالدروبلت يعني واحد حط يده وبعدين على سطح ملوث بعدين تاتش ميوكوس ميمبرين او الكونجنكتايفا او اخذها باي دايركت دايركت انهيليشن اوكي طيب تذكره بسيطه بالفيروسز انتوا الى الان ما اخذتوا اي محاضره عن الفيروسز فاحنا حنعطي كلمتين سريعه جدا زي ما ذكرنا لكم سابقا انها اوبليجيت Intracellular يعني ريكوير ليفنج سيلز عشان يعني تو بي ايبل تو replicate. لانها ما عندها اي مقومات الخليه ما عندها مثلا نيوكليس <applause> حتى فقط عندها بيس اوف دي ان اي او ار ان اي فقط وعليها البروتين كوت بلس او ماينس انفلوب طيب وبنكشف عنها عن طريق حاجه اسمها نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست اللي كلكم سمعتوا فيه واحد من اشهر الامثله البي سي ار بوليمريز تشين ريأكشن عشان نعملها ديتكشن في طرق أخرى ممكن حناخذها يعني تبعاً فإحنا ماشيين خطوة خطوة Some viruses can remain infectious outside the human body زي ما قلنا الدور handles, medical instruments, surfaces ممكن تبقى الفيروسات for few days عشان كذا محتاجين دائماً لو بالنسبة للسيرفيسز إيش بنعمل في المستشفى؟ مين يذكرنا بسرعة؟ Disinfection احسنتوا. disinfection وال medical instruments sanitization. sterilization. جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافية. طيب سيلف limiting لما نقول viral infection انفكشن uh, السيلف self-limiting ديزيز. ايش يعني كلمة سيلف self-limiting؟ يعني الإيميون سيستم هو اللي حيعمل لها uh, يعني clearing فروم ذا هيومن عشان كذا من من اعظم نعم الله عز وجل علينا الله يحفظها علينا وعليكم نعمه الاميونتي الاميون سيستم اشياء كثيره تجي وتروح يوميا آه, واحنا قد لا نشعر بها اصلا انها جات او راحت اوكي كلير موست انفكشنز السلف طبعا في استثناءات بسيطه واحده من اهم الاستثناءات من الفيرال انفكشنز اللي هو ايش؟ فيري كومون ايش الفيروس اللي اذا دخل الجسم والعياذ بالله ما له علاج؟ اتش اي في اتش اي في اتش اي وهذه مشكلته لانه التارجت حقه هو نفس الاميون سيستم ذيس از ون اوف يعني موست انفكشنز وعشان كذا دائما احنا نهتم واحده من الاشياء اللي تخلينا دائما نهتم بالـ sterilization والـ disinfection في الـ hospitals. طيب، sometimes antiviral is required أحياناً نحتاج antiviral. يعني قلنا الـ immune system هو الغالب لكن كلمة antiviral طبعاً اه, نحتاجها في يعني special conditions حنتكلم عنها لاحقاً ولكن ما أقول كلمة antibiotics، antibiotics هذه خاصة بإيش؟ بكتيريا بكتيريا ممتازين. ممتازين لو تلاحظوا الاميون سيستم اهميته في الـ في الريسبيراتوري تراكت يعني الريسبيراتوري تراكت از ايش؟ از اوبن طبعا بالذات الابر بارت وبدايه ممكن التريكيا وكذا لكن طبعا داون ووردز الالفيولا الالفيولاي احنا قلنا نورمالي ستيرايل اذا تتذكروا الالفيولاي تحت مره is normally sterile. لكن <applause> لكن فوق والأبر ريسبيراتوري كامل تقريبا في له نورمال فلورا وأوبن تو ذا انفيرومنت ولذلك الإنسان 24 ساعة قاعد يتنفس طيب أكيد بيدخل أشياء كثيرة الهواء هذا مليان إذا there are five ways the microorganisms are prevented from entering into the respiratory system and this is what keeps our lower respiratory system sterile. And here in the nasal passages, uh, في antibody, uh, antibody عفوا uh, immunoglobulin antibody اللي هو ال IgA antibodies. Uh, <مشيء> ما أدري إذا بديتوا في, ال في الشيء هذا مع الدكتور أنور ولا لسه. <مشيء> تمام. The IgA هذا antibody هذا جدا مهم في ال ال, ال, ال respiratory tract لأنه attack most of the organisms. النورمال مايكروبيتا او النورمال فلورا برضه لها فائده، الفائده باختصار انها وجودها يمنع يعني تعمل سبيس occupying <applause> يعني تاخذ المكان على غيرها. كذلك اخر حاجه قبل الاخير يعني السيلياري اسكيليتور طبعا الميكانيزم اوف سيلياري السيلي على طول شغاله وبتخرج تلاقوا احيانا انسان يعني الميوكس هذه اللي بيخرجها هذه واحده من اهم نعم الله عز وجل وبيخرج معاها الدست وكذلك الاورجانيزمز الالفيولر ماكروفاجس كذلك هذه يعني واحده من الديفنس ميكانيزمز عشان كده ولله الحمد كثير من الاشياء اللي لها علاقه باللور ريسبيرتوري مثلا تحديدا يعني في الغالب يكون على رأس هذه الأسباب في الغالب ليس دائما ولكن واحد من أهم الأسباب الإميون كونديشن أوف ذا بيشن طبعا مو بس دائما نتبادر ذهننا موضوع الإيدز لا في أشياء كثيرة في ممكن دراكس تقلل الإميون سيستم ممكن إنسان يأخذها تو إكستريمز أوف إيجز فيري يونغ وفيري أولد هذول يكون عندهم ويك إميون سيستم وهكذا أه طيب، طيب مينلي زي ما قلنا النورمال فلورا ان ذا ابر ريسبيرتوري تراكت تحديدا الالفيولاي في اللور ريسبيرتوري از نورمالي ستيريل نورمال يعني الشخص الطبيعي وليس المصاب بالمرض طيب الستاف وتعرفوا كلكم مكانها غالبا في النوز الكوراين بكتيريا تمام موراكسيلا هيموفلاس بكتيرويدس ستريبتوكوكس طبعا بعضهم زي الستريبتوكوكس والكورايني هذول باثوجينك لكن في ناس شايلينها ككارير يعني واحده من الاشياء اللي تعمل لنا انفكشنز انه في ناس شايلين الباثوجين هذا ككارير كارير يعني هو بدون ما it does not cause disease for the person who is carrying it تمام healthy وسليم وما عنده أي أعراض تمام ومتعايشة بدون ما تعمل له يعني ديزيز هنا المشكلة لما تروح من كارير إلى another person another healthy person acquire this بكتيريا لما يأخذها راح تعمل له مشكلة يمكن يمكن سمعتوا أنتوا بحاجة كذا مشابهة أثناء الكوفيد 19 إنه في ناس كان يعني ياخذ الفيروس بدون ما يحصل له لكن طبعا احنا بنتكلم على النورمال فلورا هنا على البكتيريا بس بس تقريب للفكره طيب نبدا بالابر ريسبيراتوري يا مسهل الابر ريسبيراتوري انفكشنز اه... اناتومي طبعا فيري امبورتنت نفهم يعني مثلا هنا عندنا ال ال الساينسز عندنا المكزيلاري ساينس فرونتال ساينس في نويد اير ساينس البارا اير ساينس كلها مهمة عندنا الاوديتوري تيوب وعندنا الستيكين تيوب واهمية الستيكين تيوب أنتوا لسه ما أخذتوه يمكن لكن هو مهم جدا لانه هو تيوب ذات كونكت ذا ميدل اير تو ذا احد يعرف ايوه ل ل <applause> <لـ> للفارنكس <applause> وعشان كذا طبعا من الاشياء المهمه فيه زي ما حنشوف بعد شويه انه في اليانج يكون نارو ويكون يعني بسهوله يتقفل تمام البلد زي ما انتم عارفين هنا عندنا هذه اليوفيولا وفي عندنا هنا التونسل وعندنا طبعا آه هذا زي ما انتم عارفين هذا اللي من الاسفل اللي هو الابيجلوتس انتم طبعا احسن مننا بالاناتومي ما شاء الله عليكم شاطرين كلكم طيب فسيرتين اريز اوف ذا ابر سوارجل سيستم كان بكم انفكتد ابر سوارجكت انفيكشنز ار كومن كومبليت ان هيلث كير يعني لو تدخلوا اي مستشفى او اي طوارئ او اي مركز صحي حتلاقوا آه عدد كبير جدا من الزيارات are a uh, result of upper respiratory tract infection فمهم جدا كأطباء هذا الموضوع لنا لأنه it is a, a very common uh, complaint viruses account for the majority of تحديدا upper respiratory tract infections the viruses are the main cause وطبعا زي ما اتفقنا انها self-limiting uh, البكتيريا causes some upper respiratory tract infections إما يعني تكون primary bacterial infection، يعني كذا من البداية، أو تكون نتيجة يعني viral infection سبقتها، فنقول عليها secondary bacterial infection، أو سوبر infection. سوبر infection on top of an existing viral infection. بس زي ما اتفقنا إنه it's في ال upper respiratory tract ال 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 أو ال أو الموست كومون كوز هو ال طيب أول حاجة الأوتايتس ميديا زي ما أنتوا عارفين من اسمها اللي هي infection of the middle ear أو نقول عليها بالعربي التهاب الأذن الوسطى طيب it is an upper respiratory tract infection زي ما أنتوا شايفين يعني هذه النورمال Tympanic ممبرين هذا شكل البلجينج او الانفكتد Tympanic ممبرين هنا مهم نركز شويه في الاناتومي ولو انه يعني ما هو موضوعنا او ما هو تخصصنا احنا لكن اللي بيحصل طبعا طبعا الاوتاتس ميديا ممكن تكون اكيوت او كرونيك احنا اليوم مركزين على الاكيوت Caused by Viruses او بكتيريا. Second most common diagnosis in children في الاطفال هي second most common diagnosis هي luteitis ميديا. الاناتومي of steak and tube in children هو له دور كبير في الموضوع. هو السبب اللي مخليها more common in children uh, لانه small opening very small opening بيكون وبالتالي very easily <coughs> blocked كيف يحصل له البلوك؟ هذا الاستيك تيوب زي ما انتم شايفين هذا الهيلثي او النورمال تمام وهنا لما يكون uh, يعني uh, في عندي اب نورمال او uh, طبعا انفلاماتوري بروسس فبالتالي الميوكاس هنا بيقفل ثيك ميوكاس ان ميدل ميدل اير بالجينج انفليمد اير درام سولن استيك تيوب لما تتقفل بالميوكاس وقلنا انه الاطفال لانه بيكون مور نرو. آه طبعا آه اي اي اوبستراكشن بيعمل فلويد ريتنشن وبالتالي ميدل اير انفكشن لما يحصل بس اكوميليشن تمام تجمع الصديد بريشر اون ذا تمبانك ممبرين بالتالي التيمبانيك ممبرين يصبح إريثميتس وضل وبلج وممكن يعمل له ربشر ربشر اند درينج زي الصوره هذه هذه ذس يعني واحده من البوسيبلتي ال يعني احيانا تبدا فايرال لكن بسبب ال ال of اوف فلويد وكذا تبدا البكتيريا اللي موجوده تعمل سوبر infection. ولذلك الريسك فاكتورز نوز اند ثروت infections يعني ممكن يكون موجود مع الـ مع الكونديشن هذه تلاقي اما في نيزل انفكشن او ثروت انفكشن وهي اللي عملت بريدسبوزنج للميدل اير انفكشن السيمتومز فيفر اير بين في الاطفال مره صغيرين اللي ما يعرف يتكلم يقولوا عليها بولينج يعني يمسك اذنه كل شويه كذا ويسحبها فهذه انديكيشن اللي لما حتشوفوا الاطفال ان شاء الله انه معناها عنده Uh, problem in the middle ear. ممكن لو المشكله هذه اهملت تعمل في المستقبل hearing problems the diagnosis mostly clinically بالاضافه الى الاوتوسكوب ولازم لما يكون عندي مشكله في الميدل اير لازم اشوف الابر upper respiratory اتاكد اشوف النيزل اشوف الثروت عشان ممكن هي تكون ايضا هي السبب Uh, if necessary tympanosynthesis relieves بريشر، uh, وفي نفس الوقت احصل على سبيسمن. لو كانت هي ربشرت يعني انا مو كل واحد آه راح اخذ منه سبيسمن في الاوتاتس ميديا لا هي مين كلينيكالي خلاص. خلاص لكن لو انا في ضروره ممكن ناخذ عينه منها نريح البريشر ومنها ناخذ العينه لكن لو هي اوريدي رابشرت كذا زي كذا خلاص اقدر اخذ عينه من هنا من جوا وخلاص ايش اسماء الفيروسز في فيروس اسمه Respiratory سينسيتيال Virus الكورونا فيروسز طبعا ما بنتكلم عن الكوفيد 19 الكورونا فيروسز هذه فاميلي كبيره جدا واحد منها الكوفيد حنشوفه في اللور Tract. طيب الراينو فيروس الراينو فيروس هذا اللي هو مسبب ل الكومن كولد ومن اسمه راينو فيروس معمل راينوريا اللي هو سيلان الانف الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس هذا فيروس حق اللور ريسبيراتوري تراكت لكن كومن انه يعني يتسبب في اوتايتس ميديا كذلك وعاده الاوتايتس ميديا حقه الفيرال بتكون مايلد كيسز لما نلاقي الحاله فيري مايلد في الغالب انا بس اعمل واتش waiting يعني مراقبه بحذر لو تحسن على الالجيزكس الحمد لله لو ما تحسن معناها انا هنا اي should سسبكت انه في عندي بكتيريا تمام فبالتالي لما تكون الحاله مدرت الى سيفير خلاص انا اكون متوقع انها بكتيريا ولازم اعالجها بالأنتيبيوتكس والاورجانيزمز المشهوره الـ most common streptococcus pneumonia. بعدها يجي الهيموفلاس، إنفلونزا، influenza, moiraxilla, streptococcus يعني رير إنها تكون لها علاقة في الموضوع. التريتمنت إذا أنا عامل كلتشر، حنشوف اليوم في المعمل أه الموضوع هذا بالتفصيل، فحعالج بناءً على الـكلتشر result. أه إذا ما فيه انا كلينيكالي شخصته من البدايه فحعالج امبيريكالي برضه حنعرف في المعمل اليوم ايش معنى امبيريكالي تمام ففي الغالب الاموكسيسيلين ولو انا شاكك في ريزيستنس اعطي الاموكسيسيلين مع الكلافولينيك اسيد اللي هو نقول عليه أوغمنتين اللي هو كو اموكسيسيلين اند كلافولينيك اسيد او يختصروها يقولوا كو اموكسي كلاف كلكم يمكن سمعتوا بالاوجمنتين بعد كذا ندخل في الساينسايتس sinusitis ال paranesal طبعا آه، بيحصل لها انفكشن تمام آه, بيصير عندي اكسس ميوكس اند sinus infection طبعا هي اسوء واحده فيهم ال عشان against جرافيتي فالميوكس بيبقى كذا ما في شيء يطلعه بسهولة <applause> السيمتومز حقتها نيزل الميوكس بلاك نوز فيشيال بين لقوا ألم في ال... يعني ألم في الوجه كذا تحديدا في الأماكن هذه فيفر أند هيديك كومونلي ماكزيلاري زي ما اتفقنا ستارت أز فيرال انفكشن السيناريو في السينوسايتس يبدأ بفيرال obstruct the sinus orifice leading to mucus accumulation خلاص لما يصير عندي ميوكاس اكوميليشن هذا بيؤدي الى سكندري بكتيريال انفكشن Diagnosis زي ما اتفقنا كلينيكالي فيفر بيوريلانت نيزل ديستشارج يعني النيزل ديستشارج بيكون آه, فيه له بص يعني آه, هذه جايه من كلمه بص بيوريلانت يعني في بص في الموضوع اللي هو القيح او الصديد اللي في اللغه العربيه انصح التعبير فبيكون النيزل ديستشارج ما هو طبيعي ما هو زي النورمال آه بيرسون لا بيكون بيوريلنت وفي هيديك وفيشيال بين زي ما اتفقنا المايلد كيسز دائما ويتينج اند ان سي ويت ان سي وذ انالجيزكس، سيفير او او نوت امبروفينج سسبكت البكتيريال سوبر انفكشن الكومون بكتيريا هنا نفس الكلام نفس اللي قلناهم قبل شوية في الأوتايتس ميديا تقريبا ونفس التريتمنت أيضا ندخل في الموضوع المهم Very common هذا يمكن تشوفوه يعني في بداية عملكم كجنرال براكتشنر هتشوفوه أكثر حاجة اللي هو الفارنجيتس واحدة من أهم الأبر spiral tract infections تمام زي ما أنتم شايفين هذه اسمها يوفيولا هذه تونسلز تمام وهنا اللي في الوسط هذا الثروت او نقول عليه السوفت بلت طيب هنا عندنا الفيروسز هي ال most كومن كوز اوف pharyngitis تمام وممكن يكون مع الفارنجيتس هذه اذر ابر tract انفكشن فايرال برضو زي الراينوريا راينيتيس uh, أو سينوسايتيس uh, ممكن يكون عنده البيشنت كف الغالب كف and low fever تمام يعني uh, ear infection أو أو common cold أو عنده كف and low fever يعني عادة بتكون الفيفر هنا لو في لو low grade fever نقول عليها طيب على العكس البكتيريا الفارنجيتس از نوت كومون يعني تقريبا 10% من حالات الفارنجيتس فقط هي البكتيريا في كرايتيريا تريح كثير ومفيدة جدا إلى حد كبير يعني في أنه الواحد دائما يكون كونفيوز طب هل أنا فايرال ولا بكتيريا ليش لأنه البكتيريا مهم هنشوف برضو ليش مهم في الفارنجيتس is very important. طيب كيف أعرف في عندي center criteria وضعوها هذه لو كانت موجوده وهي طبعا هتاخذوها اكثر في ال... ان شاء الله في ال... لما هتاخذوا family medicine يعني بيعملوا فيها calculation معين لو كانت موجوده هتكون suggesting انك انت you are يعني إن إن a case of bacterial infection تحديدا البكتيريا هنا المهمة ولازم نحفظها حفظ زي اسمنا ستريبتوكوكس بايوجينس هنشوف إيش أهميتها طبعا هاي فيفر أكثر من 38 ونص بعكس الفيرال فهنا عندي هاي جريت فيفر وغالبا يكون معاها لوس اوف بتاعت ما ما في نفس الطفل ما يبغى ياكل او يشرد من الاكل او يخاف من الاكل بسبب السيفير بين احيانا بعض الاطفال وخصوصاً في السكول ايج يعني هي كومون يعني يكون حتى اللعاب ما هو قادر يبلعه. tonsillar enlargement and exudate يعني لو طالعت على tonsils حلاقيها enlarged وممكن يكون عليها exudate أو بص اللي هي يعني حاجة كذا اللي هو القيح أو الصديد اللي هو لونه يعني تقريباً أصفر أو أبيض غامق. تندر سيرفايكال لنفدونوباثي لو حطيت يدينك كذا على الليمف نودز اللي في السيرفايكال حتلاقيها متضخمة وبين فل الطفل حيتألم منها absence of كف هذه واحدة من الأشياء اللي مرة ات... اه يعني تخليني أروح ناحية البكتيريا الكوز لما ألاقي إنه ما في كحة أبداً absence of كف معناها هنا يعني مع الاشياء هذه كلها اللي قلناها تخلي الواحد يقول لك لا انا معناها الموضوع هنا بكتيريال طيب ايش الخطوره موست important بكتيريال كوز او الموست كذلك كومن هو ستريبتوكوكس بايوجينس اللي قلنا لكم تحفظوا اسمها بيكوز اوف اميون كومبليكيشنز افتر انفيكشن ما ادري اخذتوها مع الدكتور انور ولا لا الاميون كومبليكيشنز بعد الستريبتوكوكس بايوجينس <applause> أخ... ما اخذتوا الشيء هذا لا. لا حول ولا قوه، ربنا يسهل ان شاء الله. طيب ايش ال <applause> اذر كوزز؟ في اذر بكتيريا كوزز لكنها ما يعني ما هي بهذيك لا الاهميه ولا الكومون الحقيقه المايكوبلازما نيمونيا، كلاميديا نيمونيا. بالنسبه للناس اللي ما عندهم ما اخذوا التطعيمات الاجباريه حقة الطفوله ممكن يكون عندهم كوريني بكتيريا خطيره لكنها بفضل الله ونعمة الله سبحانه وتعالى موضوع التطعيمات خلاص صار هذا شيء نادر جدا ممكن في حالات نادرة جدا أو تحديدا في البلدان اللي ما هي ملتزمة بالتطعيمات فحنركز على السريبتوكوكس بايوجينس طيب ليش يا دكتور إذا أنا ما عالجتها إيش اللي بيحصل بيحصل عندي مضاعفات من الإميون سيستم مثال عليها وأخطرها وأهمها روماتيك فيفر كيف طبعا هذه صوره كذا تقريبيه يعني انه في الغالب يكون البكتيريا تكون اليوفيولا انفليمد وريد التونسر يكون عليها اكسوديت الصديد والقيح والاشياء هذه بينما في البك... في الفيرال في الغالب ما يكون في بص اليوفيولا ما تكون افكتد يكون الثروت هنا شويه انفليمد لكن هذا مو دائما للاسف. حنشوف بعد شويه الموضوع. طيب دكتور مين الاخطر؟ يعني والاصعب في الشفاء؟ اكيد البكتيريال، حنشوف بس ثواني وان شاء الله حن... حنوصل لها، اكيد اخطر بكثير، الفيروس سيلف ليميتينج زي ما اتفقنا ولا له اي زي ما انتم شايفين يعني راينو فايروس ال uh, human coronaviruses زي ما قلنا هذه عائله اسمها كورونا فيروسز عائله كبيره جدا وفيري كومون في الـ, في ال upper respiratory tract احنا لما حنتكلم على الكوفيد هذا واحد منها حنتكلم عنها بعد شويه في اللور <applause> لكن هنا احنا بنتكلم على النورمال فيروسز اللي هي human viruses طيب الفيروسز الثلاثة هذه غالبا ليمتد للأبر respiratory tract infection طيب عندي الإنفلونزا فيروس في إنفلونزا A وفي إنفلونزا بي. هذولي بيشملوا الأبر واللور طبعا بيكون في عندي سور ثروت معاها ومايالجيا يعني آلام في العظام كذا وكحة البارا إنفلونزا بتعمل حاجة اسمها كروب حنشوفها breathing difficulty accompanied by a barking كف كذا كحة مميزة ما أدري إذا أحد منكم سمعها في الأطفال كذا غريبة جدا وشوية breathing difficulty فهذه بتعملها البارا انفلونزا فيروس موضوع السارس كوف 2 اللي هو شو هذا اللي يسموه سبعة يا آم 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 هو حقيقة مو للدرجة هذه لأنه في حاجة ثانية بتسببه لو حنتكلم عن سؤال الديكي لكن هذا يعني ممكن يكون قريب لهذا لكن احنا ما حندخل في الدفتيريا لأنه زي ما قلنا الدفتيريا هذه شيء مختلف تماما وما بنشوفها بسبب وجود التطعيمات حنشوفها بعد شوية طيب دكتور معلش بس شاني سلف احسنت سيلف ليميتنج يعني التخلص ذاتيه الجسم بذاته كذا يتخلص منها ما تحتاج علاجات او يعني ما تحتاج تدخل خارجي سيلف ليميتنج يعني يتم التحكم فيها او التخلص منها باي ذا سيلف سيلف هنا مين حيكون الاميون سيستم طبعا هذه للفيرال انفيكشنز اكيد طيب سارس كوف 2 هنا اللي هو الكورونا فيروس اللي هو تحديدا سموه سارس كوف 2 هنا انا اتكلم عن الفيروس اللي متعلق بالكوفيد 19 برضه هذا بيعمل سور ثروت لكن هذا بيكون معاه لو تراكت انفكشن فهذه اهم الفيروسز ترانسميتد باي دروبلت ايروزل او او ايربورن او زي ما قلنا دروبلت على السيرفيسز بعدين من السيرفيسز باي ذا هاند على النوز او على الايز لو تتذكروا هذا الكلام كان موجود كثير اثناء الكورونا يقول لك لا تلمس شيء بعدين تلمس يدك لازم اول شيء تغسل يدك بالطريقه المناسبه سيمتومز الاعراض بيكون في سيلان في الانف الم في الاذن كحه فيفر ولكن قلنا لو فيفر ثروت بين ولكنه ما هو مره سيفير هيديك اند مايالجيا صداع والام في العظام diagnosis مينلي كلينيكال والثروت زي ما انتم شايفين في الغالب بيكون يعني شويه هنا بس الهايبرينيا هذه اللي شايفينها آه لكن ما في بص وحاجات زي كذا في الغالب ممكن الانفلونزا يعملوا لها بي سي ار ممكن لو كان في يعني ضروره للشيء هذا المانجمنت سبورتيف سيلف ليميتد آه يعني عشان كذا ما احتاج اكون مسرف بالمضادات الحيويه لغير فائده ما لها اي فائده لو انا في كيس انفلونزا وعندي شخص اميونو ديفيشنت او إلدرلي ويفضل اني استعمل له الانتي فايرال اللي هو اسمه اوسيلتاميفير هذا في حاله لو كان انا اتعامل مع انفلونزا شديده في اميونو كومبرومايزد بيشنت طيب ال prevention hand hygiene isolation of the patient covering of the cuff and sneezing vaccines for some viruses اللي موجود هو لقاح الانفلونزا ولقاح الكوفيد 19 هذه اللي متوفرة في فيروس ما هو مرة كومن بس مشكلته انه يعمل لي الحقيقة يعني لخبطة مع البكتيريا يعني هو شكله كذا زي ما انتم شايفين البص هذا انا متعود انه يكون بكتيريال لكن هو هنا بيعمل نفس البيكتشر حقه الفيروس اسمه ابستاين بار فيروس الحاله اللي بيعملها اسمها انفكشوس مونونيوكليوزس طبعا هذا تحديدا الترانسميشن حقه بيكون باي اكستشينج اوف سلايفا يعني في كميه سلايفا كبيره دخلت ما هو يعني بسهولة infection start in the oropharynx بعد كده تروح للبلد وتحديدا infection للبي لينفوسايتس وممكن يبقى latent يعني على طول بشكل خامل في البي لينفوسايتس وهذا latency يعني يكون الشخص يأخذ عدوى من من شخص آخر ما هو عليه أي أعراض. ممكن الليفر والسبلين برضه افكتد فالدياجنوزز هنا محتاجين نعمل سيرولوجي في مونو سبوت تيست تو ديتكت هيتيروفيل انتيبادي انتيبادي معينه <تضحكي> نبحث عنها تمام ذا ديزيز از سيلف ليميتد محتاج فقط هايدريجن انالجيزكس انتيبايريتكس يعني للسخونه وللالام وريست بيكون في فيفر بيكون في فتيق. هنا الفتيق يكون مره شديد. يعني هذه واحده بقى يمكن الـ الـ وصعب الانسان يفرق الأمانة آه بينه وبين الـ الـ البكتيريا بمجرد انه هنا الفتيق يكون مره شديد. sore throat swollen lymph nodes اذا انا محتاج انه محتاج انه اخذ عينه سبيسيمين وافحصها عشان فعلا اقول والله هذا انفكشوس مونونيوكليوزيس ولا هذه بكتيريا في حاله وجود البص وفي حاله وجود هذه الكرايتيريا حقت البكتيريا هي الحاله الوحيده اللي تعمل لي كونفيوجن لكن لو ما شفت المنظر هذا خلاص انا في الفيرال يعني فيري ايزي هو بس هذا الاستثناء الوحيد اللي بيستاين باير فيروس اللي لازم اخلي بالي منه طيب البكتيريا الفارنجايتس زي ما اتفقنا انها ما هي كومن هي فقط 10% من الحالات هي جرام بوزيتيف كوكاي الستريبتوكوكس بايوجينس بيتا هيموليتيك جروب اي ستريبتوكوكاي ترانسميشن اما بالسلايفا او بالدروبلت عشان كذا هي مشهوره في اطفال المدارس الصغار السيمتومز هاي فيفر هاي جريد فيفر بعكس الفيروسز هذه اول فرق وطبعا يكون هنا في loss of appetite painful الم شديد لما ياكل أه في أطفال يكون من شدة الألم ما هو قادر يبلع حتى ريقه فيكون في كذا يعني أه كل شوية ياخذ المنديل وي... أو درولينج of saliva tonsillar enlargement and or exudate التونسلز كبيرة و... وفي الغالب يكون عليها exudate يعني ما هو شرط الزامي انه يكون عليه يمكن في بدايه الانفكشن لسه ما طلعت الاكسوديت ف بس تكون انلارجد وواضحه تندر سيرفايكال لمفيدينوباثي حتى اليوفيولا تكون انفليمت الليمف نودز اللي اللي في السيرفكس في السيرفيكال اريا انا اسف السيرفيكال الليمف نودز تكون انفليمت وابسنس اوف كف هذه يعني مره تيبيكال خلاص اذا ما في كف معناها هنا انا يعني مره اكيد اني ب... يعني مع وجود هذه كلها الاحتمال يطلع يصير 60% انها بكتيريا بس خلاص الناس تبدا تعالج ليش عشان في عندي مشكله لو ما عالجت حنشوفها بعد شويه طيب الثروت throat swollen tonsils بلس اور ماينس اكسوديت ريد inflamed ثروت اند يوفيلا بتيكيا اون ذا بالات حنشوف ايش يعني بتيكيا اون ذا اون ذا اون ذا بالات بعد شويه الديagnosis في حاجة سريعة لو كانت متوفرة مرة مفيدة يعني هي ما هي النتائج حقتها ما هي 100% شور لكنها خلاص تعطيني يعني good يعني confirmation ربد انتيجين ديتكشن تيست ربد انتيجين ديتكشن تيست فبعمله في العيادة بسواب فأنا باخذ سواب واحدة بعمل تو سوابز واحدة بعمل فيها الكلشر ثروت كلشر والثانية بعمل فيها الرابد أنتجين ديتكشن تيست لو لقيت الرابد أنتجين ديتكشن تيست بوزيتيف خلاص آه، معناها انا في بكتيريا تمام واكمل الثروت كلشر لانه ثروت كلشر هي الكونفيرماتوري مية في 100% لو كان الرابد أنتجين ديتكشن تيست نيجاتيف تمام وانا عندي البيكتشر وعندي البص وعندي الاشياء هذه تتوقعوا معناها انا فين؟ انا عندي حاله ايش اللي هي تحديدا اسمها ايش لو لو كان عندي بص وبكتشر حق يعني البكتشر هذه كلها لانه الفايرال ابستينبار الفيروس احسن تو اللي هو مونو مونونوكليوزس لانه الفايرال ما تكون البكتشر حقته من البدايه البكتشر هذه خلاص واضحه وسهله وما احتاج لكن لو كنت انا في بيكتشر زي كذا تمام فانا في الحاله هذه هي فقط انا ابغى اعمل رول اوت للانفكشوس مونونيوكليوزس تمام <applause> طيب التريتمنت هنا اموكسيسلين او بنسلين تمام لو في ناس عندهم حساسيه من البنسلين والاموكسيسلين عندهم اليرجي فاستخدم معهم الاريثرومايسين لكن المهم هنا انه انا لازم اعالج 10 ايام 10 ايام انتي ليش يا دكتور أربعة خمسة ستة سبعة أيام ما يكفي لأنه أنا أبغى أعمل فل إراديكيشن كومبليتلي أنا ما أبغى يبقى ولا شيء طب ليه؟ لأنه أنا ما أبغى الإميون سيستم يشتغل نهائيا على هذه البكتيريا ليش؟ عشان تو بريفنت ذا إميونولوجيكال كومبليكيشنز لو اشتغل الإميون سيستم حيحصل فيما بعد كومبليكيشنز حتاخذوها أكثر مع الدكتور انور، حنتكلم عنها هنا بشكل سطحي. طبعا هذه نقول عليها ستريب ثروت، احنا قلنا لكم احفظوا اسم البكتيريا ستريبتوكوكس بايوجينس. <coughs> احفظوا اسمها <coughs> فهم هنا يعني يختصروا كذا يقولوا ستريب ثروت يعني انفكشن كوزد باي ستريبتوكا بايوجينس هذا واحدة من الأشكال حقتها وهذه أيضاً واحدة من الاشكال اللي لسه البص لسه ما تكون هنا شوفوا كيف اليوفيولا inflamed وريد والثروت هذا اللي وراها كله فيري ريد يعني inflamed هذه التونسلز انلارجد وانفليمد تمام وهذه البتيكياي تذكروا قبل شويه قلنا لكم بيتيكيا اون بلت. هذه البتيكيا شايفين النقط الحمراء هذه هذه البتيكيا يعني هذا الموضوع ترى اطباء بيتلخبطوا احيانا فيه فاحنا هنا it's very nice ان شاء الله يعني information انكم تبداوا من من الان تفهموا الشيء هذا وتستوعبوه طيب فنعمل على طول الرابط انتيجين تيست عشان نستبعد الانفكشوس بونو العينه باخذها من فين اما من التونسل او من الباك اوف ذا ثروت ورا اليوفيولا هنا يعني يا هنا وهنا او في الخلف لما يكون في عندي بص لو انا قدرت المس البص فقط يا سلام ما هبعد عن ايش في الكلشر حقتي لو لمست البص فقط تتوقع هبعد عن ايش النورمال فلورا احسنتو النورمال فلورا تمام طبعا اتجنب تماما اني المس اللسان او التشيكس هذه او الاسنان لانه فيها من النورمال الفورة حتتلخبط كل ال حيعمل لي Confusing culture. إيش الكومبليكيشنز يا دكتور؟ الـ Untreated أو اللي Partially Treated أو Improperly Treated Streptococcus Biogenes هذه تخلي الإميون سيستم راح يشتغل. وبالتالي الأنتي اللي حتطلع بعدين حتعمل Cross Reacting يعني نقول عليها Cross Reacting Antibodies. إيش الكروس Reaction اللي حتعمله؟ في سيميلاريتيز سبحان الله ما بين سيرتن ستريب بايوجينس بكتيريا وما بين الهارد تيشو تمام؟ وبالتالي هنا الانتي بوديز هذه حتعمل لي اوتو اميون ديزيز يعني حتهاجم الهارد تيشو فيما بعد تغلق على البكتيريا واوكي وتحسن المريض لكن في المستقبل راح تلاقي سيميلاريتيز هتلاقي الهارت تيشو يشبه البكتيريا هذه فحتتوقع حتهاجم الهارت تيشو وكانه ايش؟ وكانه فورين بادي وكانه ال... الستريب بايوجينس واضح؟ واضح النقطة هذه؟ ايوه ايوه حتاخذوها بشكل مفصل ان details بروفيشنالي مع الدكتور انور فواحدة من اهم الاشياء الاكيوت روماتيك فيفر في المستقبل أه... ممكن على سن 15 او كذا اقل اكثر دكتور انور حيفيدكم بشيء هذا بشكل افضل فتكون تكون يسموها روماتيك فيفر فيفر فولود ان 50% افكتد روماتيك هارت ديزيز وطبعا لما يحصل دامج من الانتي تعمل لي دامج للهارت فالف تعمل كرونيك فالفولر ديزيز ستينوزيز انكومبتنس هارت فيلير الله اعلم ايش حتعمل من اخطر الاشياء الخشونه هذه اللي والدمج هذا بيعمل رفنس سيرفيسز رف في الـ في الهارت تيشو وبالتالي هنا البكتيريا راح تدخل وتعمل التصاق بسهوله تقدر تسوي اديرنس احنا قلنا واحده من التحديات في البكتيريا انها تعمل انفكشن الاديرنس واحده من الفيريولنس فاكتورز انه بعض البكتيريا تمتلك البيلي والاشياء هذه اللي تقدر تعمل فيها اتاتشمنت للتشو وتبدا استابليش ذا فهنا في الهارت الهارت نورمالي ما البكتيريا ما تقدر تعمل اتاتشمنت عليه اي بكتيريا تدخل البلط شويه بكتيريميا مع تفريش الاسنان مع اي حاجه تدخل شويه بكتيريا في البلط وبتروح ما ما تلاقي مكان تسوي فيه يعني اي بروبلم لكن البيشنت هذا في المستقبل حنعمل له احتياطات فمثلا لو حيخلع ضرسه الماوث مليان بالفلورا راح تدخل في 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 الدم فتلاقي على طول الرف سيرفيسز هذه والدمج هذا مكان مناسب جدا انها تعمل اتاتشمنت وتعمل اندوكاردايتس عشان كذا قبلها لو الشخص هذا عنده هارت بروبلم قبل ما نعمل له اي اجراء المفروض بنعطيه بروفيلاكتيك قبلها عشان نمنع المشكله هذه تمام في حاجة اسمها Post-Streptococcal Glomerulonephritis، يعني بعد ثلاثة أسابيع لو الشخص هذا ما تعالج بأنتي بايوتيك حق الستريب بايوجينس، حتشوفوها في الأطفال إن شاء الله، وحتشوفوا الحالات هذه يمكن في المستشفى، إنه من الأنتي بوديز مع الـ مع البكتيريا بكميات هائلة جدا فتبدأ تعمل ديبوزيشن في الكدني وتعمل أنتيجين أنتي بودي كومبلكس، وهذا بيؤدي إلى عن طريق الكومبلمنت المهم النهاية إنه بيحصل لي كدني دمج بلو مانيفستيشنز معينة وكذا ليس موضوعنا لكن اتس دينجرس يعني لا أبغى الهارت يتأثر ولا أبغى الرينال يتأثر فالرسالة إنه لازم نعالجه بشكل كويس الدفتيريا زي ما قلنا هذه فيري رير وخلاص ما عادت يعني مشهوره، الدكتور اللي بعدنا دخل يا شباب الدكتور معانا الليدر او اي احد انتم معانا يا شباب؟ لا شيء يا دكتور ايوه معك يا دكتور ايوه إيه دكتور. يا ريت تبلغونا لو الدكتور دخل الدفتيريا ليست مهمه بالنسبه لنا هي ذات مرض خطير وكل شيء بس بفضل الله بريفنتد باي تشايلد هود فاكسينيشن اسمه دي تي اللي هو دفتيريا تيتانوس بيرتوزس فليس لنا يعني بيعمل حاجه اسمها سودو ميمبرين وكذا خلاص يعني نادر لازم يعني ناخذ فكره بس عشان لو الناس اللي ما بتاخذ فاكسين او كذا which is very rare الكومن كولد كلكم تعرفوها والراني نوز والبوست نيزل دريب طبعا هي فيري كومن ابر respiratory تراكت انفكشن وهنا بتلاقي بعض المرضى يجي يقول لك انا ابغى انتي وبتعمل سور ثروت لكن طبعا ما هو بكتيريال ولا هو محتاج اي انتي 50% of cases caused by rhinovirus. الرينوفيروس له أكثر من 100 سيرو تايب. فدائماً بيغير شكله ولذلك تتكرر المشكلة كل فترة. بسبب كثرة السيرو تايب. other viruses include coronaviruses and adenoviruses. The An infection include the nose, throat, sinuses, stiffen tube, trachea, larynx. تمام؟ والترانسميشن زي ما اتفقنا اما دروبلت ايروزلز او انه تاتش من السيرفيسز لهذه الدروبلت يعني يا دايركت دروبلت احد يعطس وجه الثاني مثلا بشكل مباشر او عن طريق الدروبلت اللي هي سيرفيس تو هاند ذن هاند تو نوز ايز اند اشهر حاجه بيكون في سنيزنج ونيزل سكريشنز وكونجيشن واحتقان في الانف والدياجنوزس حقها كلينيكالي يعني حتى ممكن يكون العين فيها شوية احمرار الكونجنكتايفا ممكن تؤدي إلى ساينس انفكشن أو اوتايتس ميديا وممكن حتى إلى لورس سبيرو تراكت انفكشن وأحيانا في بعض المرضى تؤدي إلى سكندري بكتيريا الانفكشن في ما بعد لكن في الغالب هي بس سبورتيف سوائل ساخنة ممكن نيزل سلاين للأنف الزنك أسيتيت يزود فاعلية الإميون سيستم البريفنشن مهم جدا الايزوليشن والهاند هايجين وكفرنج اوف ذا كف والاشياء هذه، ليش ما في فاكسين؟ لانه زي ما قلنا في اكثر من 100 سيرو تايبس. مره يزيد في الكولد ويذر يعني يقال انه عشان انكريز Intervention, اندور اور كونتاكت او Physiological تشينجز، اذا الدكتور جاء بلغونا هو في محاضره بعدنا ولا لا معليش؟ لا في بريك. ما في محاضره. طيب احنا المفروض يعني انتم بناء على رغبتكم هي المحاضره هذه بلغونا احنا طلبنا من البدايه انه يعطونا محاضرتين فقالوا حتكون بالتنسيق مع الليدر فاذا حابين الان نوقف وتشوفوا لنا وقت اخر لانه ابر ولور يعني صعب انها تتغطى في ساعه واحده اذا حابين اننا نكمل الان مناسب لكم الوقت على الرح والسعه اذا حابين اننا تشوفوا لنا وقت ثاني اتس يور يعني ديسيجن فممكن ليدر الاولاد وليدر الطالبات يعني يشوفوا يبلغونا ايش حابين نكمل ولا تشوفوا وقت ثاني دكتور ما عندنا محاضرة الساعة واحدة لا هذه ما هي محاضرة هذاك معمل مختلف تماما لا علاقة له بالمحاضرة هذه هذاك لابراتوري محمد حسين موجود يا محمد طيب آه، ليدر الطالبات آه، عندكم مانع نكمل ولا حابين تشوفوا هوك الثاني الليدرز ما هم موجودين احس نكمل يا دكتور طيب الكل في الجروب يبغى يكمل يا دكتور طيب على بركه الله يا رب كذا تتسهل معانا بسم الله الكروب هذه زي ما قلناها قبل شويه لو فاكرين قلنا طبعا هي بتكون inflammation of the larynx trachea and large bronchi diagnosis هذا clinically بيكون كده inspiratory stridor breaking او با... باركينج كف عفوا باركينج كف وهورس voice هذه سببها فيروس يعني على انها مخيفه كذا وشكلها مزعج وغريب والاهل على طول بيروحوا المستشفى الا انها viral <applause> انفكشن لكن لو كانت سيفير حتاثر على التنفس فهنا تحتاج كورتيكوستيرويدز كورتيكوستيرويدز ما لها الحقيقه للاسف مو متوفر لها انتي فايرال وزي ما اتفقنا انه الانتيبيوتيك ما له دور هنا فالكورتيكوستيرويدز اللي هي آه كلكم يمكن سمعتوا عن الكورتيكوستيرويدز <applause> تمام سمعتوا عن الكورتيزون سمعتوا عن الانتي انفلاماتوري الاشياء هذه فهذه الحالات السيفير كيسز بنتخلص منها بالطريقه هذه اللارينجايتس احيانا اكيد كثير منكم جاله كذا بحه شديده في الصوت تمام هذه انفلاميشن اوف ذا فوكال فولدز اوف ذا larynx، تمام وهذه فايرال ايضا في الغالب كومونلي بارا انفلونزا فيروس او راينو فيروس والديagnosis برضه كلينيكالي، إن to speak و وهورس voice يفضل انه الانسان ياخذ ريست لو كان في بكتيريا كوز ممكن يكون موراكسيلا كتراليس لكن في الغالب هي يعني commonly viral ومحتاجه فقط voice ريست لا اكثر ولا اقل. دكتور أبك؟ تفضل حبيبي هذه الحاله الاخيره التهاب الفيروسي ياخذ مده معينه يعني مثلا خمسة ايام احسنت في الغالب بيكون يعني طبعا تختلف الفيرال انفكشنز بعضها عن بعض احيانا لكن في غالبيتها ثلاثة أربعة خمسة أيام ويبدأ بعدين الإمبروفمنت يبين بعكس البكتيريا البكتيريا بدل ما يصير في إمبروفمنت يكون في ديتيريوريشن طيب الريسبيراتوري آخر حاجة الإبيجلوتيتس هذا على إنه نادر إلا إنه emergency كونديشن بيكون rabbit sore throat ومعاه ديسفاجيا صعوبه في البلع واير واي اوبستراكشن تمام آه هو mainly السبب حقه هيوموفلوس انفلونزا بي ولكنها فيري رير من فضل الله تبارك وتعالى لانه هيوموفلوس هيمف... انفلونزا بي هذه هذه بكتيريا على فكره لاحظوا وركزوا جدا اسمها آه هيوموفلوس انفلونزا او هيوموفلوس انفلونزي تمام type B الكلمه اللي قبلها هذه لانه في ناس يلخبط بينها وبين الانفلونزا فيروس تمام؟ يعني معليش الشيء بالشيء يذكر لما نقول كلمه فلان عنده انفلونزا كديزيز الانفلونزا is ما is caused by the virus انفلونزا فيروس تمام؟ وهذه اعراض الانفلونزا caused by the influenza virus. والفيرال انفكشن المشهوره واللي هي في الغالب سيلف ليمتنج وكذا وفي لها تطعيم الان اكيد كلكم سمعتوا بتطعيم الانفلونزا لكن لما نقول هيموفلاس انفلونزا احنا هنا بنتكلم هذا اسم بكتيريال اورجانيزم والاسم هذا الحمد لله واحد من اخطر انواع البكتيريا الا انه بفضل الله له تشايلد هود فاكسينيشن فبرضه ما بنشوفه كثير از ناو فيري رير فكلمة هيموفلس انفلونزا this is a bacterial organism very serious but it is very rare. أه لو لا قدر الله الشيء هذا وجد لسبب أو لآخر لأنه في نسبة ولو أنها قليلة في أطفال ما بياخذوا التطعيمات مثلا أه الدياجنوسيس حقها زي ما أنتم شايفين هنا هذا النورمال وهذا الإبيجلوتس سوولين أند ريد طبعا في حيكون عندي مشكلة في البلع وفي التنفس عشان كذا انترافينس التريتمنت حقها انترافينس سيف اند كورتيكو تمام ولو كان في اير واي اوبستراكشن لازم يكون في ايمرجنسي إنترفينشن عشان التنفس يبقى شغال ما يحصل لا قدر الله ديث زي ما انتم شايفين انه الفيرال النسز هي الموست كومن وعاده بتكون مايلد وسريعه كذا وتخف برضه بسرعه زي ما قلنا الانفلونزا هذا ديزيز كوزد باي انفلونزا فايروس اللي هو نقول عليه دور البرد الكومون كولد والاشياء هذه وغالبا الموضوع هنا يتشخص كلينيكالي آه لو رجعنا 1400 سنه عن نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام آه ذكر لنا هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغطى بها صوته وهذا شيء جميل جدا من القيم الإسلامية النبيلة أنه إحنا كيف ديننا عظيم وكيف نبينا عليه الصلاة والسلام يعني في أشياء كثيرة تشوفوها إن شاء الله في عندكم السنة القادمة ما أشياء تتعلق يعني كورس كذا يتعلق بالشيء هذا كيف أنه في أشياء كثيرة إحنا النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا عليها قبل 1400 سنة يعني أنتوا كلكم الان شفتوا انه واحده من الاشياء اللي بتنشر الدور هذا وبينتشر اللي هي يسموها في, الـ في يعني في الميديسن كف اتيكيت احنا يعني كفرنج اوف ذا كف والاشياء هذه، احنا موجود عندنا هذا الشيء يعني فخر لنا والحمد لله على نعمه الاسلام اولا واخرا وهذا بيمنع على فكره اشياء كثيره وشفتوا من ضمنها موضوع الجائحه وكذلك حن كذلك الامر في اللور ريسبيريتي تراكت ولو تتذكروا قبل شويه لما كنت اقول لكم على موضوع اللي هو الايربورن كيف انه لو شخص عنده airborne infection زي التوبيكلوزيس مثلا والانفلونزا ممكن برضه تنتقل بالأيربورن كيف انه لو كف اور سنيس راح يعدم الدنيا لمسافات طويله وتبقى في الغرفه او في المكان او في السوق او خصوصا الاماكن المغلقه راح تبقى يعني لفترات طويله جدا معلقه في الهواء <applause> وكذلك اللو الريسبيرتوري تراكت انفكشن برضه لها علاقه بالشيء هذا فحديث واحد سبحان الله يعني من النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني في غايه الاهميه طيب نبدا في اللور ريسبيرو تراكت انفكشن هنا العكس تماما في اللور ريسبيرو تراكت انفكشن احنا مينلي بنركز على البكتيريا يعني على عكس الابر اللور مينلي البكتيريا الشيء الوحيد اللي كان يهمني تقريبا كذا كثير في الابر بسرعه عشان نشوف انتم معانا ولا لا البكتيريا المهمه كانت كثير ونهتم في علاجها في الأبر ريسبيرو تراكت انفكشن اللي هي ايش؟ كوكس ستريبتوكوكس ها بايو جينس لازم نحفظها ونقرا عنها الستريبتوكوكس بايو جينس وعرفنا انه الكرايتيريا اللي تخلينا يعني نشك فيها او نسسبكت انها هي اللي عامله المشكله طيب الاورس بارتراكت انفكشنز عندي اول حاجه من الاناتومي البرونكاي نقول عليها برونكايتس بعدين البرونكيولز برونكيولايتس وآخر حاجة الالفيولاي هذه أخطر حاجة ولو وصلت الانفكشن لها هي الحقيقة واحدة من الأشياء الخطيرة نقول عليها نيمونيا خلاص يعني انفكشن of the substance of the lung تمام في نفس البرينكيما of the lung طيب البرونكايتس Acute bronchitis is inflammation of the bronchi producing mucus and cough response to clear the mucus. هنا بيكون في كحه كرسبونس عشان نعمل كليرنس تساعد الجسم للتخلص من الميوكاس. Risk exposing factors, smoking ثم smoking ثم smoking. قال smoking بالمناسبه يعمل لي damage للسيليا فانكشن اللي ربنا كرمنا فيها انه احنا بنخرج الاشياء هذه كلها عن طريق السيليا. واحده من اخطر الاشياء اللي بيعملها هي السموكينج وكمان الالاستيسيتي الالاستيسيتي حقه اللنج الان انتم يعني بتدخلوا اكتفلي اه بتدخل التنفس لكن بسفلي بيخرج بسبب الالاستيسيتي حقه اللنج فالسموكينج بيخرب الالاستيسيتي وحيكلموكم عن الكلام هذا في الباثولوجي ما هو تخصصنا اه يعني ممكن البريديسبوزنج فاكتور كمان يكون فايرال ابر ريسبيرتوري تراكت انفيكشن يتسبب في برونكايتس uh, الكومن كوز في البرونكايتس هذه هي الفيروسز والدياجنوزز كلينيكالي في يكون عندي اكسبيراتوري ويز انسبيراتوري يعني uh, الشهيق او ادخال الهواء الاكسبيراتوري اللي هو الزفير او اخراج الهواء فاثناء الاكسبيريشن لو حطيت السماعات حنسمع ويز بس ما في عندي نيمونيا يعني الموضوع هنا بس فوق زي ما انتم شايفين بس في ال البرونكاي فقط لكن السبستنس اوف ذا lung لا وهذا شكل البرونكاي انفليمت كده وثيكند الوول وفي ميوكس لو كان الانفلونزا هي السبب فممكن اعالجها بالاوسيلتاميفير زي ما اتفقنا يعني هي في الغالب mild infection هنا نجي لحاجه اسمها برونكيولايتس البرونكيولز هذه اللي هي اصغر من البرونكاي هذه عشان تحفظوها كده ونختصر عليكم وعلينا هذه تيجي في الـ children under 2 years of age بسبب يعني فيروس لازم نحفظ اسمه وحيختبروكم فيه برضو في الأطفال إن شاء الله السنوات القادمة فمن الآن يعني حتستفيدوا للأمام اسمه Respiratory سينسيتيال Virus هو المين كوز بيعمل دمج للإبثيال سيلز أوف ذا برونكيولز بيعمل Inflammation و Obstruction ممكن يكون بريد factor فاكتور uh, البري maturity الناس اللي يولدوا uh, قبل وقتهم وكذا وممكن الابر tract انفكشن تمام الـ diagnosis بنلاقي الطفل عنده ريسبيراتوري ديستريس يعني ايش يعني ريسبيراتوري ديستريس احد يعرف في صعوبه في التنفس كيف اعرفها هتلاقوا في ريتراكشنز في رابيد بريثينج ويزنج تكبنيا تنفس بسرعه هايبوكسيا لو كانت سيفير هايبوكسيا يعني تقيز الاكسجين كلكم تعرفوه تلاقوه اقل من نازل يعني الطبيعي مثلا 95% وفوق لا هنا حيكون نزل فلو كان سيفير هنا محتاج ادمشن ممكن اعمل له بي سي ار او اليزا تيست يعني اليزا يعني نشوف الانتيجين او الانتي بادي. بحيث اننا نبحث عن الريسبيرتوسيتي فيروس انتيجين التريتمنت لو كانت الحاله مدرة او سيفير محتاج ادميشن لانه عشان موضوع الهيبوكسيا هوسبيتاليزيشن uh, اوكسجين وممكن نستفيد من الرايبافايرين This is antiviral drug ممكن يفيدنا اوكي فهذه هي البرونكيولايتس برونكيولايتس يعني اقل من سنتين وخلاص اخر حاجه واخطر حاجه النيمونيا inflammation of the lung of the lung parenchyma of the alveoli alveoli اللي قلنا عليها هذه sterile normally وهي مكان exchange of oxygen يعني واحد تعبت رئته يعني هنا من رحمه الله عز وجل وفضل الله انه لما بتحصل المشكله هذه بتكون لوبر يعني في لوب واحد حتى يسموها احيانا لوبر نيمونيا لانه لو كانت في اللون كلها خلاص الانسان يعني فين حيعمل حي exchange of uh, O2 and CO2. Uh, this is one of the serious and life-threatening infections. تمام؟ وببساطة شديدة الانفكشن acquired from the community. يعني يا إما تجي من المجتمع من الكوميونتي أو من الهوسبيتال. يعني واحد متنوم في الهوسبيتال حنتكلم عليها بعد شوية. الآن مركزين على الكوميونتي acquired. في مصطلح كذا لو سمعتوه Community اكوايرد نمونيا يعني واحد اكتسبها يعني بشكل عادي اللي هي الـ انا اسف اللي هي النيمونيا اللي تكتسب بشكل عادي بواسطه كيف طبعا كيف حتوصل لهنا اكيد عن طريق الأبر respiratory تراكت يعني من الـ من بالانهيليشن في الغالب بيكون الانهيليشن هنا ما هو الاورجانيزم عادي لانه احنا كلنا بنتنفس 24 ساعه فبيكون فيريولنت اورجانيزم يعني بكتيريا ذات فيريولنس فاكتورز خطيره او بيكون اخذ لارج دوز من الاورجانيزم بمعنى ليش لارج دوز؟ عشان ما ما يعني السيليا ما حتقدر تسوي له كليرنس يعني لانه بكميات كبيره ما او ما تلحق تمام؟ او اسبيريتد فروم ذا اوروفانكس فالترانسميشن بيحصل دايركت بيرسون تو بيرسون كونتاكت من الريسبيراتوري دروبلتس يعني شخص عطس او كح في شخص في وجه شخص اخر او في حاجه اسمها اوتو انكيوليشن ان بيرسونز كارينج ذا بكتيريا ان ذير ابر ريسبيراتوري تراكت احيانا في ناس يكون شايلين البكتيريا الخطيره هذه في الابر ريسبيراتوري تراكت فلسبب ما حصل لها اسبايريشن ووصلت لتحت للالفيولاي للمكان الاستيرايل وهذا اللي لو تتذكروا كنا نقول عليه سابقا اللي هو النورمال فلورا لما تنتقل من مكان الصح الى المكان الغلط الألفيولار الالفيولاي ستيرايل معقمه لكن دخلت لها بطريقه ما او باسبايريشن دخلت البكتيريا وخصوصا البكتيريا الخطيره لو كان هو شايلها بشكل طبيعي في الثروت بدون سيمتومز فلما توصل لتحت راح تعمل له سيمتومز طيب ايش في بريدسبوزنج فاكتورز مهم جدا في النيمونيا التو اكستريمز اوف ايجز اللي قلنا عليهم قبل شويه يكون عندهم الاميون سيستم اما لسه ما هو ديفلب زي الناس في التو ينج او في الالدرلي يكون خلاص ويك فهذول اكثر عرضه لكن يجي في الميدل ايج الا يجي السموكينج دائما وابدا الديابيتس الكحوليزم الله لا يبتلينا لو الناس مرضى القلب ضغط ولا اخره سيستيك فايبروزيس يمكن اخذت حاله عنها هذه واحده من الاشياء اللي او الامراض اللي تخلي الانسان اكثر عرضه من غيره بالاصابه طيب ايش الاعراض في حاجه يسموها تيبيكال نيمونيا اللي هي النيمونيا الكلاسيكيه الـ يعني الـ المشهوره بيكون في عندي كف وسبيوتم كف ويطلع معاه يسموها برودكتيف كف يعني كف بروديوسينج سبيوتم يطلع معاه بلغم وحراره وشيست بين والشورتنس اوف بريث هذه الكلاسيكال برزنتيشن او typical برزنتيشن اوف نيمونيا هنا البيشنت على طول اشك انه عنده نيمونيا لو كان شخص منوم في المستشفى وعلى انتيوبيشن يعني حاطين له اما بكوما او حاطين له تنفس اصطناعي لأي سبب فهنا ما حيكون عنده كف فالأعراض لو كنت في المستشفى إن شاء الله قريبا ولقيت البيشنت في عنده فيفر فبرضه ما أستبعد النيمونيا تمام السبيوتم يقولوا عليه راستي سبيوتم لو كان رستي سبيوتم حيكون زي السبب في الغالب ستريبتوكوكس نيمونيا وترى ستريبتوكوكس نيمونيا قبل شويه احنا حفظنا في البكتيريا الفرنجيتس حفظنا الستريبتوكوكاس بايوجينس هنا اختها نفس العائله ستريبتوكوكاي نفس الجنس انما السبيشيز يختلف فبدال ستريبتوكوكاس بايوجينس في 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 التونسيلايتس او الفرنجيتس هنا ستريبتوكوكاس نيمونيا هي اشهر سبب واهم سبب في النيمونيا لو كان يسموه كورانت جيلي سبيوتم هنا يكون السبب كليبسيلا نيمونيا هذول الاثنين كلهم بكتيريا واحنا اتفقنا في النيمونيا هنا في الغالب انا بتعامل مع بكتيريا اورجانيزمز الاش هذه يعني مهم جدا نحفظهم اشهر ال البكتيريا بالنسبه للنيمونيا هي الستريبتوكوكس نيمونيا وهي الموست كومن وحتى من اسمها يعني المرض نيمونيا والبكتيريا اسمها Streptococcus نيمونيا بعدها يعني يجي هذول الثلاثة هيموفلس انفلونزا كليبسيلا نيمونيا ام ار اس حتاخذوا عليها محاضرة ان شاء الله اللي هي ستاف اوريس ولكنها مقاومة شوية يعني من النوع الخطير مثل ميثيسيلين ريزيستنت علاجها صعب شوية هذول الثلاثة يعملوا لي تيبكال نيمونيا، ايش يعني تيبكال نيمونيا؟ يعني النيمونيا الكلاسيكية المشهورة اللي هو الأورجانيزمز حقتها هذه المشهورة والساينز والسيمبتومز اللي قلنا عليها قبل شوية وتتعالج بالأنتيبيوتكس المشهورة برضه. في حاجة يعني أقل أهمية وأقل شهرة، مو أقل أهمية بس ليس كومن نقول عليها أتيبكال نيمونيا. الاورجانيزمز مختلفه زي ما انتم شايفين مايكوبلازما ليجيونيلا كلاموديفيليا ان كومن اورجانيزم مايلدر سيمتومز أه يعني بت... المريض يجي بسيمتومز مختلفه ما يعني ما هي نفس الصوره الطبيعيه المالوفه وتكون مايلدر الاورجانيزمز زي ما انتم شايفين مختلفه الانتيبيوتكس برضه حتكون مختلفه حنشوف ليه حنشوف بعد شويه ليه من الاشياء اللي تعمل لي نمونيا مرض السل التوبركولوزيس وهذا محتاج محاضره قائمه ومختلفه لانه موضوع مختلف تماما بس هو طبعا اكيد انه مهم مايكوبكتيريوم تيوبركولوزيس المسبب لها ويسبب لنا المرض اسمه تيوبركولوزيس وبالعربي السل او مرض الدرن في عندي احيانا اورجانيزمز تكون في الاميونو كومبرومايزد تمام الناس يعني الحالات الخاصة زي السيستيك فايبروزيس فهذا ممكن بكتيريا غير مشهورة زي السودومونس إرجينوزا هي اللي تعمل له النيمونيا تمام حالة استثنائية وما هي مشهورة وحتى السيستيك فايبروزيس على فكرة حالة نادرة جدا أصلا عندنا في السعودية فهذا حنخليه في الأخير كذا نتكلم عليه كلمتين لكن نبدا الان بالتيبيكال نيمونيا واشهر سبب لها اللي هي النوموكوكال لانها caused by streptococcus نيمونيا فسموها نوموكوكال نيمونيا يعني نيمونيا جايه من النوموكوكاي اللي هي streptococcus نيمونيا طبعا streptococcus نيمونيا كلكم تعرفوا انها جرام بوزيتيف كوكاي كلمه دبلو هنا يعني كل اثنين مع بعض كل اثنين مع بعض كل اثنين كوكاي يجوا مع بعض لما نشوفها في الجرام ستين ف سواء قلت جرام بستيف كوكاي او دبلو كوكاي ما في فرق اذا هي الموست كومن كوز اوف نيمونيا 80% من البكتيريا النيمونيا تشكل السبب الرئيسي لها هي الستريبتوكوكس نيمونيا انكابسوليتد uh, وهذا virulence فاكتور خطير جدا ويساعدها في في التهرب والبروتكشن من الاميون سيستم كابسولر polysaccharide بروتكشن فروم immunity تتذكروه ولا لا؟ أنتم معانا؟ طيب، هنحاول كذا ركزوا معانا عشان نحاول نمشي بسرعة. طيب، ترانسميشن تكلمنا عنه كثيرا، نفس المبدأ، ايروزال إنهاليشن استنشاق للإيروزال. طبعا السلايفا أو الدروبليتس لما الإنسان كف أو سنيز يحصل لها إيروزلايزيشن يعني تبدأ تخرج على شكل رذاذ. تمام فهذه الايروزل يعني الرذاذ فلو شخص استنشقه من شخص ثاني ممكن الشخص الثاني يكون كارير للستريبتوكوكس نيمونيا شايلها فوق في الابر ريسبيرتوري تراكت تمام بس لما يكح راح يخرجها ياخذها مسكين الشخص الاخر طبعا هذاك شايلها ك بدون اعراض ككارير فشايل الستريبتوكوكس نيمونيا ونسبه ما هي قليله من الناس شايلينها كنورمال فلورا كذا متعايش معاها ما هي مسويت له شيء تمام فراح اعطاها الغير اثناء الكافينج او السنيزنج في وجهه هذه قلنا اهميه الحديث النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام بتغطيه العطاس والاداب الاسلاميه يسموها في ال في الـ يعني في مراكز مكافحه العدوى العالميه يسموها كف اتيكيت احنا متعلمينها قبلهم الحمد لله طيب الحاله الثانيه انه اوتو انكيوليشن يعني هذا الشخص اللي شايلها كاسيمتوماتيك كارير لسبب ما راح حصل لها aspiration ووصلت الى الالفيولاي او احيانا من الاوتايتس ميديا يعني واحد جاله اوتايتس ميديا بسبب ستريبتوكوكس نيمونيا تمام فك فك-complication لها كمضاعفات للاوتايتس ميديا ما تعالجت بسرعه وتاخر وتدهور وكذا فراح تعمل كومبليكيشن تعمل لي تنزل الى الالفيولاي وتعمل له نيمونيا من الستريبتوكوكس نيمونيا فالاوتيتس ميديا عشان كده لو تتذكروا قلنا لكم لو كانت مودريت او سيفير يعني على طول محتاجه انتي بايوتيك تريتمنت عشان ما تتفاقم المشكله الى نيمونيا الـ Symptoms هنا بتكون typical، قفص، بيوتم، فيفر، shortness of breath، بلوريتك chest pain، بلوريتك chest pain يعني الم مؤلم جدا في كلكم تعرفوا ايش هي البلورة من الـ او حتاخذوها في الـ طيب، الـ ضروري اعمل chest x-ray وهذا حتاخذوه في الباطن إن شاء الله السنوات القادمة ومع الراديولوجي ومع الميديسن لأنها واحدة من الـ Important infections. احنا يهمنا في الميكروبيولوجي السبيوتم هذا السبيوتم وليس السلايفا السلايفا لو لقيت ابيثيليال سيلز كثيره ونيوتروفيلز قليله معناها هذا سلايفا ما ابغى انا ابغى السبيوتم السبيوتم اللي جاي تحت من الالفيولاي هذا اللي ابغى اسوي له كلشر جرام ستين اند كلشر وحلاقي جرام بوزيتيف كوكاي لو كانت ال... هي الموست كومن لانها الستريبتوكوكس نيمونيا أه ما هو واحد ما هو عارف في طرق كثيره ممكن اعمل induced سبيوتم اعمل له نوبيولايزد هايبرتونيك سلاين هو فيقوم يحرض انه يطلع السبيوتم من من جوا من الالفيولاي انا ما ابغى سلايفا السلايفا ما فيها الاورجانيزم اللي انا بدور عليه فالسبيوتم هو اللي انا هدفي في ناس يعملوا لهم اللي يكون على انتيوبيشن وكذا ممكن حاجه يسموها برونكيو الفيولر لافاج او ووش فيعطوا سلاين ويشفطوا على اساس يوصلوا ويقدروا يعملوا كلتشر خصوصا في الهوسبيتالايز ليش لانه الناس اللي على انتيوبيشن الاورجانيزم هناك يختلف هنا الموست كومن ستريبتوكوكاس نيمونيا لكن في الناس اللي عندهم اللي يسموها هوسبيتال أكويرت اللي تكتسب اثناء نومهم في المستشفى اللي هي عدوى المستشفيات يعني هو اصلا ما هو جايبيها ولا شيء ما عنده نيمونيا عنده مشكله ثانيه لكن عشان آه كذا كلمناكم كثير عن اهميه الانفكشن كنترول هنا واحده من التطبيقات حقتها انه متنوم لكن جاله نيمونيا بسبب وجوده في المستشفى اكتسبها من المستشفى فهنا الاورجانيزم يختلف وكذلك آه تكون في عنده مشكله الريزيستنس علاجها صعب جدا طيب البلاد كلتشرز البلاد آه كلتشر لو اخذت الدم وعملت له كلتشر من البيشنت خصوصا في الحالات السيفير حلاقيه بوزيتيف في 15 الى 25% وعشان كذا السيفير كيسز بتتنوم في المستشفى بعمل لهم تنويم عشان اعالجهم ما اعالجهم كاوت بيشنت كعيادات خارجيه ياخذ علاج ويمشي في الحالات السيفير اذا اول خطوه بناخذ السبيوتم كيف اعرف انه هذا سبيوتم تلاقيه ثيك وستيكي تمام بعكس السلايفا thin ووتري فانا ما ابغى السلايفا ابغى السبيوتم زي ما اتفقنا انه في له ميني وقليل سيلز لو لقيت العكس معناها العينه ما هي مضبوطه ارجع اخذ عينه ثانيه طبعا زرعها فين على بلاد اجار ليش على بلاد اجار هنتعرف عليه هذا الكلام في المعمل ان شاء الله والمعامل القادمه هلاقي حاجه اسم شكل الكولونيز كده غريب لونه اخضر كذا جرينش ويسوي شويه هيموليسيس يكسر شويه الدم هذا لان الميديا هذه فيها بلط تمام وفي يعني هذه لسه ما تكلمنا عنها في المعمل حنتكلم عنها ان شاء الله عشان نعرفها يعني في انتيبيوتكس نحطها كذا في في ديسكات كذا فلو يعني كانت البكتيريا هذه حساسه لها معناها نتاكد اكثر انه فعلا هذه Streptococcus نيمونيا هذا الجرام ستين برضه ما اخذناه حنشوف انها جرام بوزيتيف كوكاي برضه الكلام هذا كله حناخذه في المعمل اليوم تصير اسهل بكثير عليكم وواضح جدا الشيست اكس راي برضه حتاخذوه في المستقبل لاحظوا انه ايش تلاحظوا في الشيست اكس راي هنا المكان هذا يعني شوفوا هنا مثلا النوربل هنا تلاحظوا انه ايش؟ مين ذكي كذا فيطلع حق راديولوجي كذا يكون في تجمع أيوة, ايوه ايش تتوقعوا انه الرئه هذه كلها فيها نيمونيا؟ ولا ايش؟ لا بس احسنت وهذه من رحمه الله عز وجل انه بتكون لوبر نيمونيا يعني ماخذه لوب واحد فقط في الغالب فهذه الاكس ريت ليس تخصصنا وحتشوفوا ان شاء الله مع الراديولوجي ومع الميديسن والباطنة إحنا بس هنا عشان الواحد يعني ما يمل أو يشعر بأنه بس نتكلم بدون يعني توضيح اتفقنا إن هي الموست كومن كوز وإنها انكابسوليتد وهذا الكبسول هو اللي بيحميها من الإيميون سيستم وخليها ترتع وتمرح وتعمل يعني وتدمر وتأخذ راحتها في الانفكشن تمام العلاج كاوت بيشنت لو الحاله ما هي سيفير فحيتعالج كاوت بيشنت او بي دي يعني في العياده ياخذ العلاج وموست اغلب النوموكوكاي سنسيتيف للبنسلين ومثلا ممكن اعطيه اوجمنتين برضه اللي هو الكوموكسيكلاف لكن في 15 الى 35% من الحالات تكون مقاومه للبنسلين وبالتالي هذه محتاجه مضادات متقدمه زي الفانكومايسين ممكن لو تتذكروا الكوينولونز واحد من الريسبيراتوري كوينولونز اللي هو الليفوفلوكساسين اسمه تمام ممكن برضه يساعدني طيب لو الحاله سيفير ومحتاجه هوسبيتاليزيشن انا هنا ما الحق ما يمدي انا يعني انا محتاج طبعا في الاوت بيشنت خلاص يعني لو الحاله يعني ما هي شديده انا ممكن اعطيه العلاج على طول تمام لو كان في اللوكال اريا كذا يعني واضح انه في ريزيستنس اعطيه الـ الـ اخذ منه عينه في الحاله هذه فقط واعطيه المضاد المتقدم لكن ما ما نفضل اننا نلجا للادفانس انتيبيوتكس عشان ما نخسرها في المستقبل البعيد تبدا البكتيريا تقاومها متى انا ضروري اخذ عينه في الهوسبيتالايزد بيشنت ضروري جدا يفضل هنا في الاوت بيشنت حتى لو اعطيته العلاج اخذ منه عينه لكن في الهوسبيتالايزد ضروري جدا واجباري اني اخذ سبيوتام uh, سامبل طيب اخذها على طول وابداله العلاج بعد ما اخذها مباشره يعني اخذ اقول له كح واخذ العينه واعطيه العلاج يقولوا عليه برود سبيكترم برود سبيكترم يعني اعطيه له واسعة المجال متقدمة ويعني تشتغل على الجرام بوزيتيف وعلى الجرام نيجاتيف مثلا عندي سيفتريكسون لو تتذكروا إحنا قلنا في حاجة اسمها من الأشياء اللي تشتغل على السيل وول اللي هي كفالوس بورينز الكفالوس بورينز في first GENERATION SECOND GENERATION THIRD GENERATION كل ما طلعت في الجنريشن للاعلى كل ما اغطي غرام نيجاتيف مع البوزيتيف يعني اغطي بوزيتيف ونيجاتيف كمان فالسيفت رايكسون هذا فير جنريشن كفالو سبوري وأض... وهذول من الاشياء اللي يشتغلوا على السيلول اضيف عليه برضه حاجه زي الماكرو اللي تشتغل مين مين كذا منكم يعني يبغى يطلع الاول على الدفعه يعرف او ذاكر الماكرو وقري عنها في الصوره في صوره كذا تتذكروا حطيت لكم صوره الانتيبيوتكس فاميلي تشتغل فين اللي يشتغل على البروتين سينثيسيز اللي يشتغل على الدي ان اي فاكرين الصوره ايه فاكرين في الصوره تمام الماكرولايد هاتي تشتغل على البروتين سينثيسيز تمام فانا بعطي اشياء تشتغل على السيل وول وبعطي اشياء تشتغل داخل الخليه اما على الس... على البروتين سينثيسيز او على الدي ان اي كانت اللي تشتغل على الدي ان اي طيب بس هذا الكلام حيكون مؤقت الين ما تطلع النتيجه حقت العينه اعمل بعدين كذا نروينج وكلكم ترى متفوقين وممتازين ان شاء الله اعمل نروينج شويه شويه آه يعني آه اول ما تطلع النتيجه خلاص الاشياء اللي ما هي مهمه آه اشيلها واعالج بناء على النتيجه ايش الانتيبيوتيك المناسب وهذا برضه يعطيكم تشوق اننا للمعمل حق اليوم الكومبليكيشنز حقتها

اتليكتيسيس، collapse within the lung. ابسس يعني كولكشن اوف بس in the lung، ابسس اللي هو الخراج او الصديد، والخراج مشكلته الخراج مشكلته ما يكفي فيه اننا نعالجه بالانتيبيوتيك، لانه البص هذا الابسس يعني بص هذول عباره عن خلايا ميتة، dead cells ما بين الماكروفاجس وما بين البكتيريا. الماكرو... تحديدا النيوتروفيلز تبتلع البكتيريا وتموت هي وياها مع بعض فبكميات كبيره جدا الديد بوليمورفز هذولي او الديد نيوتروفيلز آه بيشكلوا الخراج هذا هذا لازم اعمل له درينج يعني سيرجيكال درينج باي طريقه طيب من اخطر الكومبليكيشنز حقه النيمونيا Blood انفكشن بكتيريا توصل النوموكوكا نيمونيا توصل للبلد تعمل لي بكتيريميا خطير جدا البكتيريا وجودها في الدم لانه الدم مغذي راح تبدا تعمل ريبليكيشن يعني سبتسيميا سبتسيميا خلاص يعني اقترب اقتربت النهايه لا قدر الله ملتي اورجان فيلير سيبسز في كل الاورجنز والموضوع يعني كريتيكال عشان كده بناخذ عينه للدم لو لو الحاله محتاجه تنويم من ضمن العينات مو بس بيوتم بنأخذ عينة بلد نتأكد إنه ما عنده بكتيريم يعني نلحقها من بدايتها الأخطر من كذا كمان الـ CNS infection لو الشخص هذا جلس في البيت وما تعالج ممكن النوموكوكال هذه عن طريق البلد توصل للسنترال Central Nervous System تعمل لي من انجايتس. واحدة من الـ CNS infections الخطيرة الحمى المخية الشوكية ألاقي البيشنت ممكن اشيك عليه اول ما ادخله برضه احتياطا اتاكد اشوف رقبته كذا فيها نك ستيفنس في الم لما يحرك الرقبه لفوق ولتحت اقول اوه هذا عنده مصيبه ثانيه فالعلاج حيكون في الاي سي يو حيكون اسرع وحيكون على طول اي في لانه احتمال الوفاه او الاعاقه العقليه كبير جدا فضروري ننتبه للنموكوكال نيمونيا طيب نجي الان للاتيبيكال نيمونيا اللي هي اقل يعني less common والبرزنتيشن حقها مختلف السيمتومز كذا ما تحسوا نفس السيمتومز حقة النيمونيا او ممكن تكون مايلدر يعني اخف في حتى في الاكس لها شكل مختلف المسببات حقتها مايكوبلازما ليجيونيلا كلاميديا المسببات حقتها يعني مثلا زي المايكوبلازما اصلا ما عندها سلول لو تتذكروا من المحاضره السابقه حقت الانترودكشن للبكتيريا، قلنا المايكوبلازما لاك ذا سيل وول. يعني هي اكسبشن في البكتيريا. وبالتالي لما اعطيها بنسيلين او اموكسيلين او الاشياء اللي تشتغل على السيل وول راح راح تفيدني يا طلاب وطالبات؟ هستفيد؟ راح تعالج؟ ايوه هنا عشان عشان كذا يقول لك برضو التريتمنت حقها مختلف. البيتا لاكتام انتي which act on the cell wall are not recommended are not going to work الحقيقه ما عندها cell wall فانت حت ما حت على الفاضي يعني ما بتعطي شيء فمحتاجه من الاشياء اللي تشتغل على مثلا البروتين سينثيسيس زي الماكرولايدز فاميلي مثلا نعطيها ازيثروميسين او الزيثروماكس اللي منكم اخذ المضاد هذا او سمع فيه فلوروكوينولون زي مثلا عائله الكوينلونز اللي من ضمنها قبل شوي اعطيناكم مثال ليفو فلوكساسي. هوسبيتال أه اكوايرد نمونيا يعني واحد جاي المستشفى عدوى من المستشفى اخذها من... هوسبيتال اكوايرد من المستشفى مسكين. عاده بعد 48 ساعه نمونيا should be treated considering multi-drug resistant bacteria هنا حيختلف يعني مثلا الاورجانيزمز حتختلف حتكون برضه الاورجانيزمز هذه مالتي دراج ريزيستنت تمام وممكن تقروا عنها اكثر يعني بس احنا والله وقتنا شويه ضيق uh, الاورجانيزمز المشهوره والاشياء هذه كلها تمام اللنج ابسس يعني تكلمنا عليه قبل شويه طبعا هذا واحد من الكومبليكيشنز حقه النيمونيا وممكن يكون كمان بسبب الأسبايريشن آه الاسبيريشن هذا بيحصل في الناس اللي هم بيكونوا انتوبيتد او في كوما او حاجات زي كذا فبالتالي بيكون عندي الخراج هذا الدياجنوزز بالنسبه لنا في المايكرو بناخذ بلورال فلويد بنعمل له كلشر وبنعمل بلاد كلشر ومحتاج برود سبيكترم انتيبيوتكس حاله متقدمه شويه لنج امبايما في البلورال سبيس البرايتال بلورا والفيسرال بلورا يمكن تعرفوها الغشاء اللي يغلف ال ال اللنك طبعا هنا ايوه ممتازين هنا ايش الفرق في حاجه ثانيه احنا هنا بنتكلم عن الامبايما يعني في بس هنا عندي ف طبعا ممكن يكون تروما ممكن اسبيريشن نيمونيا وبرضه الستريب نيمونيا حاضره في في المشهد الكليبسيلا نيمونيا بيقول لكم في الهوسبيتالايزد يعني الهوسبيتالايزد الاورجانيزم قلنا بيختلف عن الكوميونيتي اكوايرد فالكليبسيلا نيمونيا هي من الاشياء المشهوره في الهوسبيتالايزد طبعا بيعملوا لهم سيتي سكان حتتعرفوا عليه ان شاء الله كل هذه الاشياء محتاج اعمل درينج تمام في الحالتين بلس الانتيبيوتكس المخصصه للمالتي دراج ريزيستنت الفيرال انفكشن يعني زي الانفلونزا، الانفلونزا يكون ابر ويكون شويه لور بس الموضوع بسيط. في عندي اشياء ثانيه زي الميزلز والتشيكن بوكس العنقز مثلا برضه له تطعيم، الميزلز له تطعيم، فهذه الاشياء الحمد لله ما عاد يعني صارت يعني بذيك الخطوره. الريسباتورس نسيتي الفيروس تكلمنا عنه قبل شويه وقلنا البرونكيوليتس وانتهينا منها تماما. وهذه يعني عن الفيروسز لو يعني هذه تابعة للفيروس تقدروا هنا تشوفوا ملخص جميل كذا أو لطيف ومرتب يعني الإنفلونزا يعني هنا حنتكلم عنها بالتفصيل بس عشان الوقت يعني حنمر كده مرور سريع It's very easy يعني السيمتومز حقتها الإنفلونزا لها ثلاثة أنواع أهمها الـ A B السي لأنه مرة خفيف ما هو كيف تغير شكلها آه الانفلوب هذا اللي انتم لسه ما اخذتوا فيرولوجي فيمكن بعد المحاضره حقت البايولوجي تكون هذه اسهل بالنسبه لكم. هي بت... المتحورات اللي سمعتوا فيها انتم قبل كذا في الجائحه فالبروتينز اللي موجوده على الانفلوب بيحصل فيها آه ميوتيشنز لو كانت آه بسبب انتقال العدوى من شخص الى اخر بتكون ميوتيشنز بسيطه لكن لما تكون آه زي تايب بي هنا في الانفلونزا تايب بي بتكون الميوتيشنز خطيره شويه يعني مثلا سمعتوا كلكم بانفلونزا الخنازير مثلا آه كان آه حصل انه الاقتراب من الخنزير هو اصلا آه منهي عنه الحمد لله يعني في الاسلام بس ربنا خلقه له وعمله الانسان ما يقترب منه، فالخنزير اكتشفوا انه ميكسينج يعني تول، ياخذ الانفلونزا مثلا من الطيور ومن الانسان ويعمل لها ميكس بدون ما يظهر عليه اي اعراض ويخرجها مره ثانيه للناس اللي بيحتكوا بالخنازير، فمن هنا جات انفلونزا الخنازير. Totally new virus. Totally new على الإميون سيستم زي الكورونا فيروس اللي هو سارس كوف 2 آه قالوا انه زونوتيك برضه، نفس الشيء يعني من الحيوانات وكذا حصل له ت... تبديل كامل فجاء بشكل جديد بشكل تماما يعني يقولوا عليها جينيتيك ري شي شيء جديد تماما على الاميون سيستم فهنا صارت الجائحه العالميه، كذلك الانفلونزا حق اللي يسموها انفلونزا الخنازير كانت جائحه ايضا لانها شيء جديد تماما بس ما كانت بحده الكورونا الكورونا فيروس زي ما قلنا هي لارج فاميلي Large family of viruses ومن زمان معروفه تعمل common cold mild to moderate آآ لكن آآ لما صار في بعضها التحورات الكبيره جدا طلعنا فيروس جديد بال بالكليه في واحد آآ طلع آآ اللي هو الميدل ايست سبيروس syndrome في شيء طلع في الصين في الصين اسمه سارز قديما ما هو الجديد الجديد الاخر واحد اللي هو سار SARS-CoV-2 عشان كذا حطوا نمبر 2 لأنه في عندهم سارس من أول بعدين جابوا لنا الجديد زي ما اتفقنا أنه Zoonotic يعني they are transmitted between animals and people فبعض الانيملز عملت له تحور كامل تغيير جذري فخرج لنا فيروس جديد وبعد كده الميوتيشنز الخفيفة اللي هي بسبب كثرة انتقال الفيروس من شخص لشخص يصير ميوتيشنز بسيطه هذه زي ما انتم شايفين اللي هو مثلا زي الاوميكرون والدلتا هي نفسها الكورونا ولو تلاحظوا هنا ما تغير يعني مثلا التطعيم اكثر شيء بس قلنا خذوا جرعه زياده اعطونا الجرعه الثالثه لكن ما في تغيير جذري الفيروس هو نفسه لكن في ميوتيشنز نقول عليها شيء مينيمال تشينج في الـ في الاوتر بروتين طيب البكتشر كلكم يعني اكيد يعني عارفين هالبكتشر حقت الكوفيد 19 آه وفقدان الشم والذوق والاشياء هذه كلها و البي سي ار كلكم يمكن آه ما في احد آه اكثركم سوى بي سي ار التريتمنت كانت آه لها بروتوكولز الحقيقه على حسب ال... يعني في الغالب كانت سبورتيف ما فيه يعني مؤخرا أه بدأ يطلع الحقيقة مصداقا لقول النبي الله عليه وسلم ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء يعني مثلا زي الباكس هذا فالحمد لله بدأ يصير في له أه انتي الحقيقة أه وبالتالي أه بالذات الناس ويفضل في الانتي فايرال يعطى من البداية يعني الناس اللي هم ريسك بيبول الألدرلي والهارت والكاردياك والرينال يعني اعتقد كلكم عندكم فكره جيده جدا عن الموضوع هذا ندخل لموضوعنا آآ آآ الاخير واتمنى قبل ما نبدا يعني نلاحظ الملاحظه الهامه هذه موضوع الانفكشنز في الاميونو كومبرومايزد بيشنتس تمام اولا الاميونو كومبرومايزد بيشنتس هذول يشكلوا فئه بسيطه و وعلى سبيل المثال السيستيك Fibrosis هذا شيء نادر جدا تمام وبالتالي الانفكشنز حقتهم ممكن ياخذوها الاورجانيزم يكون شويه يعني ما يحتاجوا انه النوموكوكال نيمونيا هي اللي تدخلهم ممكن اشياء ابسط من كذا تدخلهم في نيمونيا فزي ما اخذتوا في الكيس عندكم cystic فايبروزيس جاتوا نيمونيا من ايش؟ ايش اسم الاورجانيزم؟ أخذتوا الحالة أمس مين فاكر؟ إيش اسم البكتيريا اللي جاته سببت له نمونيا؟ Pseudomonas آه، أرجينوزا أحسن أحسنتوا أحسنتوا أحسنت. فالآن حنشوف إنه كيف هذه Pseudomonas أرجينوزا يعني ما هي كومون وهي أصلاً opportunistic infection يعني حنشوفها كده على السريع uh, The major immunocompromised host groups are those with the AIDS الناس اللي عندهم نقل أعضاء الناس اللي عندهم مصابين بسرطان بياخذوا كيموثيربي راديوثيربي الاميونو آه، ال ديفيشنسي اللي بيجي كونجينيتالي آه، وحاجات زي ال يعني ديزيزز زي السيستيك فايبروسيس هذول الفئة اللي بنقول عليها اميونو كومبرومايز تمام آه، الناس اللي بياخذوا أدوية آه، تنزل المناعة الكورتيكوستيرويدز والكورتيزون خصوصا حقون الترانسبلانت او او لاي سبب اخر اخذوها طيب السودومونس اجيرونزا هي جرام نيجاتيف باسيلاي هي يعني موجوده من ضمن الاشياء اللي تاثر على سيستيك فايبروزيس لونج انفكشن او مسببه لللنج انفكشن وبتعمل يعني لو استابليش انفكشن حتى حتؤدي حت الى سيفير ديزيز زي ما اتفقنا ممكن تكون ايضا موجوده في 10% من الناس كنورمال فلورا بتنتج بيجمنت وكلمناكم عن الشيء هذا في المحاضره السابقه اكزو بيجمنت واندو بيجمنت لو تتذكروا هذه اكزو بيجمنت يعني وهي جالسه بتصنع بيجمنت وتفرزها اسماء البيجمنت بايوكاينين وبايوفيردين وهذا شكلها لو زرعناها على الطبق تتذكروا في المعمل الاول كيف كان لونه زي كذا الطبق لكن هذه بتصنع بيجمنت وبالتالي هي مسويه الانفكشن برضه بتطلع نفس البيجمنت طيب وبرضه بتطلع توكسينز وانزيمز كلام هذا كله اعطيناكم فكره عنه في المحاضره الاولى لكن اللي يهمني اليوم تعرفوه انه السودومونس اريجينوزا انفكشن الاورجانيزم هذا اللي اسمه سودومونس اريجينوزا البكتيريا هذه هذه اوبورتونيستك ايش يعني اوبورتونيستك يعني في الناس العاديين ما تسبب انفكشن يعني فينا احنا كلنا بفضل الله تبارك وتعالى هي بكتيريا انتهازيه انتهازيه وغالبا الانفكشن حقتها تكون في الغالب اكثر نوزوكوميال يعني هوسبيتال اكواير تجي في في المرضى للمرضى المنومين في المستشفيات مثلا الناس اللي عندهم يورينري تراكت انفكشن اللي تذكروا او سمعتوا عن حاجه اسمها القسطره البوليه في الكاثيتر ممكن تعمل تجلس على الكاثيتر ممكن في الجروح في الحروق الناس رايحه المستشفى عنده جروح او عنده بيرن حروق فتجي هنا تعمل انفكشن. البلمونري انفكشن لو عندنا cystic fibrosis او الناس المنومين عندهم إنتيوبيشن لو وصلت للتيوب عشان كذا مهم جدا الانفكشن كنترول عشان هذه موجوده في المستشفى تمام؟ آه اذا الرساله اللي نبغى نوصل لكم هي انه pseudomonas aeruginosa is an opportunistic infection غالبا تجي في المستشفيات عدوى المستشفيات او في الجروح والحروق لكن ما تقدر السودوموناس اريجينوزا انها تسبب انفكشن لشخص سليم ومناعته كويسه اذا it is not a common organism of pneumonia it is not a common organism هي فقط في الشخص المسكين اللي عنده سيستيك فايبروزيس وعنده مشكله الديزيز uh, هذا زي ما انتم عرفتوا عنه بشكل كويس فهي اللي حتعمل المشكله هذه فممكن تعمل له نيمونيا بشكل opportunistic يعني انتهازيه تنتهز فرصه انه الانسان مناعته ضعيفه او 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 الى اخره لكن في الشخص النورمال اميون بيبل ات داز نوت كوز ان انفكشن طبعا لو سببت انفكشن ممكن تعمل ديسيميشن وهذا ما هو شيء يعني فيري يعني كومون لكن وارد لو لو ما تعالجت او تركت ككومبليكيشنز ممكن تعمل سيبسيس اندوكاردايتس بون اند جوينت انفكشن وات سو ايفر زي ما قلنا it is concern فقط للناس المعينين الاميون كومبرومايزد الهوسبيتالايزد وموضوع الجروح والحروق غير كده it is not ان uh, of an importance ولا ولا common ولا تشكل اهميه بالنسبه للناس النورمال healthy immune people على عكس مين على عكس مين سودومونوس ارجينوز هذه على عكس مين عشان نشوف انتم فاهمين ولا لا على عكس البكتيريا الثانية اللي هي صدعناكم فيها في النمونيا قبل شوية اللي اسمها ايش؟ يلا يا شباب انتم معانا ولا لا؟ تمام تمام اللي هي الستريبتوكوكاس نمونيا طيب نوزوكوميال انفكشنز ترى هي هوسبيتال اكوايرد انفكشن مرادفة لها نفس الكلمة نوزوكوميال انفكشن في ناس طلعوا مصطلح قالوا والله يشمل واعم وافضل سموها هيلث كير اسوشيتد انفكشن ترى هي الثلاثه هي بمعنى واحد نوزوكوميال infection او hospital اكوايرد infection او قالوا والله يمكن مو تكون هوسبيتال ممكن تكون عياده فليش ما نحط اسم يشمل الشيء هذا كله هيلث كير اسوشيتد انفكشن اخر اسم اتفقوا عليه ترى كلها بمعنى واحد عشان ما تنخضوا بس من الاسم سودوموناس ايرجينوزا از ذا فورث موست كومن ايزوليتد نوزوكوميال باثوجين زي ما قلنا هي يعني متغلغله في المستشفيات و ميديكال ديفايسز الناس اللي عندهم كاثيتر قسطره انتيوبيشن بالنسبه للتنفس الاشياء هذه كلها بيشنت تو بيشنت سبريد دايركت بيشنت كونتاكت وكلمناكم على الهاند هايجين واهميته هنا واحده من الاشياء اللي تخليكم فعلا تشوفوا ايش اهميه الهاند هايجين والانفكشن كنترول في المستشفيات كدكاتره مستقبل باذن الله. السيستك فايبروزز يعني اكيد هذا انتم احسن مننا اننا ندرسكم هو. البايو فيلمز. ايش يعني بايو فيلم؟ لما اسمع انه والله بكتيريا هذه مسويه بايو فيلم. بايو فيلم جروبس اوف ديفرنت بكتيريا يعني مثلا سودومونس اريجينوزا وانواع ثانيه يعني خلينا كده نشبهها كده مؤاخذه يعني عصابه مجرمين مجتمعه كده مع بعض تمام فهنا جروب اوف فيريولنت بكتيريا كلها فيريولنت وتتجمع كده مع بعض تمام وهذه لو جات يعني يعني تبدا تاكسكريت سليمي glue-like substance that can stick to all kind of materials. فمثلاً على الأسنان أحيانا يصير في عندي بايو فيلم. أه لو أه وجد هذا البايو فيلم هذا علاجه و يعني صعب شوية hard to be eradicated by antibiotics وهكذا. أه طبعا لو عندي device أه زي الكاثيتر زي الانتيوبيشن الاي في لاين الاشياء هذه وصار عليها بايو فيلم فهنا ضروري جدا من ضمن المانجمنت حقتي ما يكفي الانتي لازم اشيل السورس اوف انفكشن اشيل البايوفيلم هذا اشيل الديفايس اغير القسطره اغير الاشياء هذه مع انها حتكون مزعجه لكن ما في حل. بيقول لكم هنا انه despite even intensified يعني السودو مشكلتها في العلاج شويه ريزيستنت مقاومه شويه يعني it's not easy. It's no eradication of chronic pseudomonas eriginosa. كرونيك سودوموناس اريجينوزا على فكرة من ضمن الناس اللي يجيهم في حاجة اسمها كرونيك اوبستراكتيف Pulmonary ديزيز أه يعني خصوصا في السموكرز يعني زي ما قلنا هذا الكلام ما بيبين الآن لكن بيبين بعد 30-40 سنة سموكينج يصير في دمج لل للإلاستيسيتي والسيليا والأشياء هذه فتعشش خلينا نقول السودومونس اريجينوزا في الـ الـ الـ, 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 الـ ويصير الايريديكيشن حقها يعني صعب جدا وشوفوا كيف البيجمنت بتعمل لي بيجمنت في جوه الرئه وهذه هي اللي مره قالوا عنها انها ترى انتبهوا قالوا اذا تتذكروا الليات حقت اللامؤاخذة الشيشه والاشياء هذه هذه واحده من الاورجانيزم اللي كانت ترانسميسبل ليش؟ لانه السموكرز يعتبروا يعني من الناس اللي حقتهم ما هي 100% كويسه وبالتالي تكون فرصة لهم السودومونس إنها تستغل الفرصة هذه. Resistant to many antibiotics treatment must be tolerated to the sensitivity. فهنا حنشوف اليوم إن شاء الله إيش موضوع السنسيتيفيتي. يعني هذه من الأنتيبيوتكس اللي نستعملها طبعاً الكاربينيمز هذه مرة تعتبر advanced antibiotics. وخصوصاً للملتي دراج ريزيستنت بكتيريا. تمام؟ هنا السيفي بيم هذا يعتبر فورث جنريشن كفالوسبورين لما الاقي آنتيبيوتيك عنده اكتيفيتي للسودومونس يعني هذا شيء عظيم، ليه؟ لانها ما هي بسهوله تعالج، فلما آنتيبيوتيك يقول لكم ذس ات هاز لما حتدرسوا فارما ان شاء الله يقول لكم ات هاز انتي سودومونال اكتيفيتي معناها هذا يعني شيء فاخر ويفتخروا فيه بقوته يعني. مهم جدا يا ابطال ويا طالبات زي ما شفتوا قبل شويه في السودومونس كيف اتكلم عنها وانها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف والتوكسينز حقتها وكذا البروبرتيز يعني الفيتشرز المايكروبيولوجيكال فيتشرز هنا ضروري ومطالبين فيه عشان الاختبارات انكم تقروا شويه عن الفيتشرز كاورجانيزم يعني عن الستريبتوكوكس بايوجينس عن الستريبتوكوكس نيمونيا الستاف اوريوس الهيموفلاس انفلونزا الكليبسيل نيمونيا وعلى السريع على المايكوبلازما والكلاميديا نيمونيا uh, اي تكست بوك يعجبكم اي ريلايبل سورس ذس از required و فيري امبورتنت تو اندرستاند اند ذس از ذا تايم فور يو طيب الكومبليكيشنز اوف انتي بكتيريال كيموثيرابي عشان ليش احنا قلنا لكم مثلا في الابر ما نحب كثير نستخدم الانتيبيوتكس لما نكون فايرال انفكشن لان واحده من المس يوز والابيوز غير انها يوزلس انها بتسبب لنا ديفلوبمنت اوف ريزيستنس للانتيبيوتكس بالاضافه الى التوكسيسيتي والاشياء هذه كلها يعني البكتيريا بتكون سسبتبل حصل لها تعمل ميوتيشنز معينه تبدا تحصل تصير مقاومه للانتيبيوتكس عشان كذا يمكن برضو سمعته وطبعا آه، هذا ممكن ايضا يكتسب عن طريق الجين ترانسفير لو تتذكروا في حاجه قلنا عليها اسمها البلازميد في البكتيريا هذا مسؤول عن الترانسفير آه، للجين المسؤول عن السس، عن, الـ عن الـ الصيدليات كلها الان وزاره الصحه صارت تمنعهم انه يعطوا انتبيوتك بدون وصفه الطبيب اللي هو انتم الاطباء ان شاء الله عشان كذا احنا بنوريكم اهميه الاور وكيف تعرف البكتيريا وكيف تعرف الفيرال ومتى احتاج الانتبيوتك ومتى يكون مهم ومتى لازم اعطيه وهكذا وهذه بعض الريفرنسز والريفرنسز كثيره وان شاء الله يكون يعني الموضوع انا سبق اني اعطيتكم الايميل اذا في اي اسئله على الايميل احنا حاضرين واذا في شيء كذا سريع ممكن ناخذه الان قبل الاذان ان شاء الله تكون يعني المحاضره هي مهمه جدا جدا وهذه واحده من التوبكس اللي تهمكم طول ان شاء الله مشواركم ال 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 العملي في المستقبل باذن الله الريسبيراتوري انفكشنز تهمكم حتى لو ما كنت طبيب متخصص في الشيء هذا حيمر عليك بيشنت عنده المشكله هذه فبكل الاحوال لازم تكون فيري اوير المجتمع الى اخره. في اي سؤال او استفسار؟ دكتور معلش انا عندي ثلاث اسئله ممكن؟ على السريع تفضل. الحين دكتور المحاضره هذه صراحه جدا دسمه، هل في اشياء من برا تساعدنا ان نفهمها ونذاكرها؟ اي اي سورس احنا طبعا نفضل الكتاب هذا اللي هو ريفيو اوف ميديكال مايكروبيولوجي اند ايميونولوجي لكن اي كتاب اخر احنا حطينا لكم في المحاضره السابقه ثلاثه اربع كتب يعني عاده الكتب تكون يعني واضحه جدا بالذات للمايكروبيولوجي، اتس فيري كلير اند ايزي اذا في اونلاين سورسز انتم لقيتوها كويسه و Simplified برضو برضه وحنحاول نحط لكم في الاديشنال resources بعض الكتب انا اليوم حكلم الدكتور عندنا رئيس القسم في اونلاين بوكس كذا برضو مبسطه ممكن تساعدكم على فهم التوبك كبير مره 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 كبير لكن احنا ترى في المحاضره هذه بسطناه الى ابسط ما يمكن الى اقل ما يمكن خطوط العريضه والاساسيه والاقل ما يمكن يعني وعشان كذا انا قلت لكم هنا انه هذه انا ما حبيت اكبر المحاضره اكثر من كذا هذه انتم عاد تقروها بسيطه يعني ان شاء الله ما تاخذ منكم وقت والقراءه من اي مصدر خارج المحاضره يعطيكم شويه تغيير جو كذا يعني احيانا المحاضره لما يكون فيها كل شيء حتسوي شويه ملل يعني. السؤال الثاني حقك بسرعه حبيبي دكتور دحين انا اول سمعت انه في شيء اسمه بكتيريو مايكروفيج بكتيريو فيج ال... بكتيريو فيج ايوه اللي هي فيروسات يعني شغلها على البكتيريا طيب هذه ممكن ايش رايك؟ انا انه أه ممكن خ... يطبقوها أيوة. في المستقبل هل هذا الكلام صحيح يا دكتور ولا ايوه ممكن هذه نتكلم فيها على الايميل بس عشان ما خلونا الان على موضوع المحاضره في شيء يخص المحاضره حبيبي اه تمام تمام يعطيك العافيه دكتور عشان بس ما نشوش على زملائك، طيب يا شباب في سؤال ثاني او الطالبات دكتور الاسبوع الجاي حيكون عندنا براكتيكال حضوري يعني احسنتوا الاسبوع الجاي ان شاء الله وحنبلغكم عن طريق الليدرز بمشيئه الله عز وجل بالتفاصيل وبالمواعيد وبكل شيء وحيكون يعني باذن الله تنبسطوا فيه وتشوفوا الاشياء اللي احنا سويناها اليوم احنا الساعه واحدة حنبدا فما نبغى ناخركم اكثر من كذا الساعه واحدة باذن الله حنبدا اللاب رقم ثلاثة وبعد كذا ان شاء الله حن زي ما تفضلتوا الاسبوع الجاي حيكون المعمل الحضوري حنبلغ الليدرز بكل التفاصيل واذا في اي اسئله الايميل انا حطيته في المحاضره السابقه بعد ما تقروا المحاضره كذا وان شاء الله ممكن اي اسئله نجاوبكم عليها بمشيئه الله وخذوا بريك الان كده وارتاحوا ونشوفكم الساعه واحدة ان شاء الله تعالى طيب في رعايه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته